أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة هناخد second lecture of CNS sensing. بس أولا أحب أقول لكم حاجة بعد إذنكم، إن إحنا الأسئلة ما بدأناش بالأسئلة ليه؟ لأن قررنا بإذن الله إن من المحاضرة القادمة هنحط الأسئلة على البورد، هتبقى موجودة عندك قبلها، بس عاوزها تبقى جزء محتفظ به مع الفيديو. فهتبقى الأسئلة multiple choice questions الخمسة على المحاضرة السابقة في نفس المادة، يعني مش هتلاقي أسئلة CNS غير على CNS. لما اجي اعيد اقول المحاضرة الثالثة في CNS بإذن الله هتلاقي الأسئلة بتاعت CNS على المحاضرة الثانية اللي هنقولها النهاردة. ليه؟ أنا الغرض إن أنا يبقى محتفظ بيه على الفيديو والإجابات موجودة، عشان لما كنا بنطلع الأسئلة بره المحاضرات فبتضيع وهتحتفظ بيها لوحدها، لا أنا عاوزها تبقى دوكيومنتد مع المحاضرة. كل محاضرة هنحط في نفس النوع الأسئلة على المحاضرة السابقة في نفس في CNS يبقى في CNS وهكذا. عشان كده النهاردة اعذروني مش هنعمل CNS أسئلة لحد ما نوضب القصة. يعني المرة القادمة بإذن الله اللي هو الاندوكراين هتلاقي أسئلة، مفروض لو كنا ما خدناش على الاندوكراين هنحط على الاندوكراين وهكذا لحد ما نضبط الموضوع. أما عن المواعيد فبقولها في أوانيها، لسه أنا في حالة تضبيط، فعاوز بس أعديكوا ثلاث مرات، غالبا هيبقى CNS واندوكراين وسبيشال سنسز لإليكوا. فبس ادوني فرصة بفضلكوا، يعني فترة قليلة جدا، one day not more، هقول لكم فيها المواعيد بالظبط. طيب دلوقتي هنتوكل على الله ونبتدئ المحاضره الثانيه في السنسوري، سين اس سنسوري للفرقه الثانيه. كنا احنا قلنا يا شباب ان الكاركترز اوف سينابتيك ترانسميشن تذكره بالمحاضره السابقه، فكنا قلنا الكاركترز كالاتي. أول حاجة قلنا forward direction، إن الـ nerve impulse لازم يمشي من pre إلى post مش العكس. تاني حاجة قلنا synaptic delay، إن قلنا الأحداث عشان تنتقل إشارة عصبية من pre synaptic ل post synaptic بتاخد بالظبط 0.05 over millisecond، نص ملي سكند. قلنا ما ينفعش 5 ملي سكند وما ينفعش 0.05 سكند، لازم تدقق في الام اس كيو عاوز تدقق 0.0 ملي سكند او 0.05 ملي سكند 0.05 ملي سكند. وثالث خاصيه كانت، وقلنا حتى من الخاصيه دي كان ممكن نعد عدد السينابس، يعني لو سنترال ديلي مثلا الزمن ما بين دخول الامبلس للسنترال نيرفس سيستم وخروجه من السنترال نيرفس سيستم كان 3 ملي سكندز، يبقى 100% فات في 6 سينابسز، لان كل سينابس بتاخد نص ملي سكند، يبقى الثلاثه تقسمهم كام نص؟ 6. وقلنا لو حبيت تعرف عدد الانتر نيرونز، سؤال الام اس كيو الاصعب، هتشيل من هذا الرقم واحد. يعني لما يبقى السنترال ديلي 3 ملي سكندز فهذا معناه ان السينابسز 6 سينابسز، لكن الانتر نيرون تقل واحد هيبقوا 5 انتر نيرونز. وقلنا دي اسئله مش مهمه. ثالث كاركتر في السينابتيك ترانسميشن كانت هي الفتيج، وقلنا الفتيج ده بيحدث لما يتعرض البري سينابتيك نيرون الى رابيد ريبيتد ستيمولاي، وده سببه حاجتين، ان البري سينابتيك نيرون خلص الكيميكال ترانسميتر والريسبتور اللي على البوست سينابتيك نيرونز اصبحت ان اكتف، يعني حاجتين، البري ما عندوش كيميكال ترانسميتر، اكزوشن ديبليشن اوف كيميكال ترانسميتر ان ذا بري سينابتيك نيرون، طب والبوست اللي عليه ريسبتورز حصل لها ان اكتيفيشن. وقلنا ان دي ظاهره صحيه
في السينابس انها بتمنع اوفر اكسيتيشن في سي ان اس. دول كانوا اول ثلاثه كاركترز خدناهم في المحاضره الماضيه اللي هم فورورد دايركشن فروم بري تو بوست سينابتيك ديلي اللي هي 0.05 ملي سكند نص ملي سكند، وعرفنا منها السنترال ديلي وعرفنا منها عدد الانتر نيورونز. ثالث حاجه الفاتيج بسببيه، السبب الاساسي الاساسي ان البري سينابتيك خلص ترانسميتر والبوست ريسبتور اصبحت ان اكتيف، وده بيمنع الاوفر اكسيتيشن في سينس. نيجي للخاصيه الاصعب بقى يا شباب، وهي السينابتيك بلاستيستي. وزي ما قلت لكم وريتكم المره اللي فاتت المسطره البلاستيك قابله للانثناء، يبقى اذا البلاستيستي هي الابيليتي تو تشينج السينابتيك ترانسميشن، مقدرة تغيير السينابتيك ترانسميشن، ودي من روائع الخلق والخالق. depending على demands حسب احتياجك وبيزد على past experience يعني على experience قديمة. يبقى definition الـ ability to change ثلاث كلمات السينابتيك ترانسميشن based أو depending على demands النقطة الثانية، وبعدين related to past experience متعلقة بخبرة سابقة. وقلنا ان لما فكرنا انت تقدر تغير ايه في synaptic transmission، قلنا اقدر اغير المدة يعني خليها طويلة او قصيرة، وعليه synaptic plasticity حسب المدة هتنقسم الى short term و long term. ممكن اغير الـ amplitude بحيث يحصل يا potentiation تقوية او inhibition. وعلي اتوقع لطالب ذكي ان يقول لي في اربع انواع رئيسيه من السينابتيك بلاستيستي، لونج تير وشورت تير، كل ينقسم من النوعين دول الى انهيبيشن او بوتنشيشن او فاسيليتيشن. ودي على فكره حاجه من الحاجات الصعبه، يعني من المحاضرات الصعبه جدا السينابتيك بلاستيستي، فحاول تفهمها معايا. انا زي ما اتفقنا يا شباب مع شقت مثل عشقي للنظام، ففي كل نوع من الانواع الاربعه الاساسيه وهندرس خمسه، لان اكشوالي الشورت تيرم فاسيليتيشن في نوعين، انما بيزيكالي هما يا شورت يا لونج، وكل ينقسم لاثنين يا انهيبيشن يا اما فاسيليتيشن او بوتنشيشن، كان المفروض يبقى اربعه لكن هما خمس، مش مشكله في دي. مع شقت مثل عشق النظام انا عملته لك في تيبل 4. انا عايزك في كل نوع من البلاستيستي، وخلينا منظمين مع بعض، تتكلم في اربع نقاط. الاول ايه اللي بيحدث في البري سينابتيك نيرون، الاستيمولس، نوع الاستيمولس للبري، وبعدين الريسبونس اللي حصل في البوست، وبعدين الايونيك بيزس النقطه الثالثه، وبعدين النقطه الرابعه الاكزامبل. حلو كده، يبقى اتفقنا بري الاستيمولس اللي خدته نوعه ايه، البوست الريسبونس الايونيك بيزس باي نويز. وقلنا كل ما احنا ناس منظمين كل ما هيبقى الفهم ايسر واسهل. فنيجي اول نوع اللي هو الشورت تيرم انهيبيشن، يعني شورت تيرم انهيبيشن او هابيتويشن التعود. وحتى ابتدي بالاكزامبل بسرعه عشان تفهم، اللي هو زي التعود على الضوضاء. اروح ازور صديق ساكن قصاد محطه قطارات، او تحتيه راجل بيعمل سمكرة سيارات فبيعمل ازعاج رهيب، فاقول له انتوا يعني ازاي بتناموا لما القطر بيفوت او لما بتسمع الازعاج والدقدقه دي طول النهار؟ فيرد عليا الرد يقول لي اتعودنا، انت لو عشت معانا هتتعود. شوف الروعه في الخلق وعظمه الخالق، ان ربنا خلانا نقدر نتعود عشان نتكيف عشان نتعايش. بس نتعود مع ايه بقى؟ بص لازم الاستيمولس اللي تتعود معاه يبقى ايه؟ نبتدي باول نقطه repeated benign. benign يعني حميد. stimuli at interval for example noises، يعني stimulus لازم يبقى غير ضار، benign. ايوه مش لطيف بس مش ضار، يعني الصوت الضوضاء مش هيعمل لي دامج الانسجه، يبقى حاجه benign ومتكرره at intervals فهنتعود عليها. واحسن مثال هنا قلنا مين يا اولاد؟ النويزز، الضوء. طيب يبقى الاستيمولس repeated benign stimuli at intervals.
طب البوست حصل فيه ايه؟ جراديوال لوس اوف ريسبونس، فقد استجابه، بقت الضوضاء لا تؤثر في، اعرف انام كويس قوي. يبقى حصل ايه في البوست؟ جراديوال لوس اوف ريسبونس. طب ايه الايونيك بيزس؟ الايونيك بيزس انك انت كل ستيمولس بيدخل شويه كالسيوم يطلع كيميكال ترانسميتر، لما تعيد الاستيمولاي الانتراسير كالسيوم، كميه الكالسيوم هتقل، انت خلصت الكالسيوم، كل الكالسيوم ما بقاش فيه كالسيوم فاضل يدخل، وبالتالي ما بيحصلش ريليس في الكيميكال ترانسميتر. يبقى الايونيك بيزس للحكايه دي هي ديكريزد انتراسيلر كالسيوم وعليه ديكريزد ريليس اوف كيميكال ترانسميتر. والنقطه الرابعه المثال النويزس. تقل الى النوع الثاني اللي هو الشورت تيرم فاسيليتيشن، واول نوع فيه بالعكس بقى مش انهيبيشن، فاسيليتيشن تقويه، واول نوع هناخده فيه اللي هو البوست تيتانيك بوتنشيشن. بوست تيتانيك بوتنشيشن تقويه عقب بوست، يعني عقب التيتانايزنج ستيمولاي. يعني بيقول لك لو حضرتك اديت الاستيمولس بريف تيتانايزنج امبلس، تيتانايزنج هنا معناها يعني لو اديتها المسل كان كانت هيحصل فيها تيتاني، بس طبعا هنا مفيش مسل خالص خالص، ده تعبير مجازي. بريف يعني لمده قصيره تيتانايزنج ستيمولاي. لو اديت بريف تيتانايزنج ستيمولاي او امبلسز وقفت، مفروض ايه العقل؟ ادام وقفت ستيميليشن اوف ذا بري البوست يتوقف عن الريسبونس، المنطق يقول كده، مفيش ستيمولاي للبري يبقى مفيش ريسبونس في البوست. لكن لا، مش ده اللي حصل. لما عملت ستوبج للبريف تيتانايزنج امبلسز في البري، البوست بالعكس بقى continues to discharge for few seconds or minutes. البوست استمر في انه discharge لمدة ثواني or minutes. ليه؟ لان لما اديت بريف يعني شوية صغيرين استيميلاي دخلوا كمية كالسيوم، اهو تعالى الاونيك بيزيس، زاد الانترسيور كالسيوم بقى اكتر من الكالسيوم بامب، يعني اللي بيدخل جوه البوست اللي بيدخل جوه البري اسف اكتر من اللي بيخرج من البامب، فالكالسيوم اتجمع جوه فعمل رابشر في الفيسكل، فبالعكس زود الريليس اوف كيميكال ترانسميتر. يعني العكس تماما، لما بدي بريف ستيميليشن بس شويه صغيرين دخل الكالسيوم بمعدل اكثر من معدل البامب تدفقه الى الخارج، اللي بيدخل جوه البري سينابتيك نوب اكثر من اللي بيخرج بالبامب، يبقى جوه البري سينابتيك نوب اتجمع كميه كبيره من الكالسيوم، فجر كميه كبيره من الكيميكال من الفيسيكلز، طلع كميه كبيره من الكيميكال ترانسميتر. والاكزامبل هنا ايه بقى؟ اميديت ميموري. الميموري عندنا الذاكره ثلاث انواع يا اولاد، في اميديت وفي شورت تيرم وفي لونج تيرم، هو ده الاميديت ميموري. انا عاوز اقولها بطريقه يعني فلسفيه اكتر شويه، لولا البوست تيتانيك بوتنشيشن دي لانعدمت الحياه. وي كان نوت دو اني ثينج ان لايف لو ما عندناش ال بوست تيتانيك بوتنشيشن اللي هو نوع من انواع الشورت تيرم فاسيليتيشن. شورت تيرم ميموري اللي هي لازمه لكل ثانيه في الحياه. واحد يقول لي ممكن تدينا اكزامبل؟ اديك اكزامبل. خليك معايا، يلا حل المساله الحسابيه التافهه الاتيه. 2 زائد 3 يساوي 5. طيب خد بالك انا لا يمكن اوصل للاجابه اللي هي 5 الا اذا المعلومات قعدت في دماغي من اول مساله، يعني انا قلت 2 وسكت بس ما زال البوست سينابتيك نيرون عنده رقم 2 بلس وسكت فبقى عنده 2 وزائد 3 وسكت بقى عنده 2 زائد 3 وسكت تساوي، يعني اربع حاجات خلصوا خلاص، ان انا 2 خلاص قلتها وخلصت، وزائد قلتها وخلصت، و3 قلتها وخلصت، تساوي وسكت فانت قلت 5. يبقى ليه؟ ده مهم جدا في الاميديت ميموري. تخيل لو انا قلت 2 وسكت ضاع الاثنين دي، ما مش قادر تحتفظ بيها، البوست ما قدرش يحتفظ بيها. زائد مش محتفظ بيها، في الاخر هتنسى هو كانت المساله عن ايه؟ هو قلنا ايه زائد ايه يساوي ايه؟ يو نو وات اي مين؟ يعني 2 هنا تمثل الاستيمولس اللي اديته، خد زمن 2، ده مش 2 دي ما بتتقالش في لا زمن، في عرف الخالق طويل.
ان الخالق بيحسبها بالملي سكند، واحد على 1000 ثانيه، اثنين. يبقى وقفت اثنين في البري، انما انت البوست احتفظ برقم اثنين، زائد انا وقفت زائد، لكن انت عندك في البوست زائد ثلاثه موجوده تساوي، لسه تساوي موجوده، فقدرت توصل نتيجه خمسه. اماجن لو انا كل حاجة بتقف بتضيع في أوانيها، يعني أقول اتنين وسكت خلاص، أنت مفيش في ذاكرتك اتنين دي، زائد مفيش زائد، مفيش تلاتة، مفيش يساوي، في الآخر أقول لك إيه 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 حصاد إيه حل المسألة دي، تقول لي معرفش. اللي خلاك تحلها إن أنت، أنا قلت حاجات وصمت انتقلت اللي بعدها، لكن أنت محتفظ بيها بس لإيه؟ لمدة ثواني معدودات، إميديت ميموري. وفي القراءة شرحه، تخيل ان انا بقرا جمله في في مبتدا وخبر، قلت المبتدا وانتقلت للخبر، تخيل انت بقيت شايف الخبر ونسيت المبتدا، يبقى هتفهم الجمله ازاي؟ هذه من روائع الخلق والخالق، الاميديت ميموري، بدونها تستحيل الحياه. ان انا اقدر احتفظ بمجموعه ستيمولاي لجزء ضئيل جدا من الوقت عشان اصل للنتيجه النهائيه، مش باختفاء الاستيمولس، اثنين اختفت زائد اختفى ثلاثة اختفى يساوي اختفى، ابقى نسيت اللي اتقال. بقول لك ايه، ايه الحل، الحل بتاع ايه؟ هتحلها ليه؟ لانك ما زال عندك رقم اثنين في في ذاكرتك، وزائد وثلاثة وتساوي، فيبقى حاصل دي يبقى خمسة. جملة فيها فاعل، فعل وفاعل ومفعول به، بعد ما انا بقول كل كلمة تختفي، قلت الفعل وسكت، يعني الولد يأكل الطعام، خلاص هنا في يأكل الولد والطعام، لو أنا كل واحدة خلصت أنت نسيتها في الآخر مش هتفهم الجملة، يبقى هتقرأ مش هتفهم حاجة خالص، هقول لك مسألة حساب مش هتحلها. هو ده الإيميديت ميموري، بسبب إن كل ستيمولس قعد فترة وجيزة، اللي هو البريف تيوتيلايزنج ستيمولاي، تأثيره على البوست لم يختفي، البوست كونتينيوز لفيو سكندز اور مينتس في الاحتفاظ به، في الديسشارج ما زال عنده، بسبب زي ما قلنا الاونيك بيزس، ان الكالسيوم يدخل بيتدفق معدل اكتر من معدل تدفقه الخارجي اللي هو كالسيوم بامب، فبيزيد الريليس كيميكال ترانسميتر، وده فيري فيري امبورتنت في الحياه لما يعرف بالاميديات ميموري. كثير من الزملاء بيقولوا هنا اكزامبل خطا. انتقل لتاني نوع بقى اللي هو الشورت تيرم فاسيليتيشن، النوع الثاني سنسيتايزيشن، ده مهم مش في الاميديت ميموري، في الشورت تيرم ميموري. انا بحب ابتدي بالاكزامبل عشان تفهم اكتر. عارف عندنا مثل لذيذ قوي، يقول لك اللي اتلسع من الشوربه ينفخ في الزبادي، يعني بقى خايف ياكل زبادي اللي هيتلسع، اللي اتلسع من الشوربه ينفخ في الزبادي. تعالى بقى طبق الاكزامبل ده تلاقيه فيتنج ان، راكب كويس قوي في القصه. هنا ايه ايه الشوربه دي؟ كانت عباره عن حاجتين، يبقى حاجه حلوه اللي هي الشوربه، بس عيبها انها كانت سخنه قوي، يبقى في حاجه بيناين اللي هي الشرب، الواحد بيقبل على الشوربه، الشوربه دي حاجه حميده مطلوبه جميله. ايه اللي كابل بيها؟ ان انا ما توقعتش انها تبقى سخنه، يبقى معاها حاجه ضاره نوكيس مؤلمه. يبقى امتى تحصل الظاهره دي؟ لو حطيت تو ستيمولاي مع بعض، واحد بيناين اللي هو الشرب، الشوربه حاجه حلوه قوي، والسخونه نوكيس يعني مؤلم ستيمولاي، يعني انت تلقيت ستيمولاي شوربه بناين حلوه وفي نفس الوقت كانت ساخنه للبري. فايه اللي حصل بقى؟ ان انت البوست بقى متحذر، خايف من اي حاجه لا تطلع سخنه، فقعد عنده برولونجد يعني لمده طويله، طبعا مش هتقعد فور ايفر، هتقعد لمده 3 4 ايام بعد كده خلاص، يعني او مش 3 4 ايام حتى، مينتس، هتبقى خايف من المعلقه اللي بعدها وبعد كده هتهدى لما الشوربه تبرد. يبقى prolonged or augmented response، هتقعد لمينتس او لمده مثلا ايام بالكتير تبقى عندك تخوف من الحاجه اللي حصل. يبقى prolonged augmented response في البوست، ايه تفسيرها بقى يا شباب؟ خدناها قبل كده، البريسينابتيك فاسيليتيشن اذكرك فيها في عجاله، فاكر السيروتونين بتاع البريسينابتيك فاسيليتيشن؟ كان الثيرد نيرون كان ازاي بيستيمليت البري، بيطلع سيروتونين، اللي عنده اللي سمع المحاضره السابقه، يشتغل على ميتابوتروبيك ريسبتورز، خدناه. يعمل ايه بقى لما قلنا بيشتغل على الميتابوتروبيك؟ فاكر
كان بيحصل جي بروتين، والجي بروتين يعمل سايكليك ام بي، والسايكليك ام بي تنشط، خدناها حتى في محاضرات الاندوكراين كمان، تنشط ال 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 الكاينيز ايه اللي هو بروتين كاينيز ايه اللي يعمل فوسفوريليشن. كان الفوسفوريليشن ده بيحصل في البوتاسيوم شانل، يقفلها فيحصل ديبولاريزيشن، لما يحصل ديبولاريزيشن تفتح الكالسيوم شانل، يدخل كالسيوم كتير يفجر الفيسكل، يطلع مور كيميكال ترانسميتر من الفيسكلز. ده البريسينابتيك فاسيليتيشن. اذا كنت قدرت تتذكر معايا اتس اوكي، اذا ما كنتش قدرت تتذكر ارجع تاني لمحاضره البريسينابتيك فاسيليتيشن. سيروتونين اشتغل على ميتابوتروبيك ريسبتورز عن طريق الجي بروتين، نشط الادينايل سايكليز، كسر الاي تي بي الى سايكليك ام بي، السايكليك ام بي بدوره نشط بروتين كاينيز ايه، البروتين كاينيز ايه ده فوسفوريليت البوتاسيوم شانلز، قفلها. بوتاسيوم متحبس جوه، يبقى جوه بوزيتيف وبره نيجاتيف، يبقى دي بولاريزيشن. يفتح كالسيوم شانل، يدخل الكالسيوم يفجر عدد اكبر من الفيسكل، يطلع اكتر كيميكال ترانسميتر. ده مهم في الشورت تيرم ميموري. طيب ده الشورت تيرم ده لوحده يصلح سؤال نظري اتكلمنا عليه في ثلاث نقاط، تعال نعيدهم تاني في عجال. في شورت تيرم انهيبيشن وشورت تيرم فاسيليتيشن، اللي هو نوعين بتاع الميموري بيشقيها، اميديت اللي هي بتبقى بتقعد لفتره وجيزه جدا سكندز تو مينتس، او شورت تيرم اللي هي بتقعد لفتره اطول شويه بس مش اميديت. شورت تيرم انهيبيشن او الهابيتويشن التعود، عشان تبتدي تفهم اكتر، التعود على حاجه النويزز، نبتدي بالمثال التعود على النويزز. النويزز دي الضوضاء دي لازم تعود عليها، انما هي في النهايه مش ضاره، هي مش لطيفه بس مش ضاره، حاجه حميده. يبقى البري ريبيتد بيناين ستيمولاي ات انترفال، كل شويه يفوت قطر، كل شويه يفوت قطر، يبقى ريبيتد. صوته مش هيضرني، بيناين كل شويه بيفوت في الاخر عشان اعرف انام. البوست يعمل ايه بقى؟ يفقد الريسبونس، جراديوال لوس اوف ريسبونس. ليه؟ الايونيك بيزس، لانه الكالسيوم خلص اللي كان بيدخل ويفجر الفيسكلز، ما في نو مور كالسيوم كافي يدخل، فهيقل ريليس اوف كيميكال ترانسميتر. والنقطه الرابعه النويز، انتهى النظام اهو. طب تعالى الشورت تيرم فاسيليتيشن، في نوعين، بوست تانيك بوتنشيشن وسنسيتايزيشن، واحده في الميديت ميموري والثانيه في الشورت تيرم ميموري. نبتدي بالبوست تانيك بوتنشيشن، هي لازمه للحياه، ما تقدرش تسمعني انت بتسمع جمله بوصل للكلمه الثانيه وانت لسه في مخك الكلمه الاولى، عشان تفهم الجمله، عشان تتابع المحاضره. يعني انت ثانك جاد، تشكر ربنا النهارده لاشياء كثيره جدا، لنعم لا تحصى، واحده منها البوست تيتانيك بوتنشيشن اللي هي تمكنك من الاستمتاع بالمحاضره. انك انت لما بنتقل في الجمله من الفعل للفاعل مفعول به، انا في المفعول به بس انت ما زال في ذهنك الفعل والفاعل. لما بقول لك مساله 2 زائد 3 يساوي، لسه دول كلهم عندنا مسكت، فيبزغ في ذهنك رقم 5. يبقى ايه البري حصل ايه؟ ستوبج اوف، انا وقفت الاعداد. بريف تيتنايزنج امبلس، ليه بيقولوا بريف تيتنايزنج؟ لان كل عدد بياخد مده كتيره نسبيا في عرف الخالق 2، ده اخدت ثانيتين يعني 2000 ملي سكندز. بريف تيتنايزنج امبلس، وقفت واتنقلت لزائد ووقفت اند سو اون. ان انت لسه البوست سينابتيك نيرون موجود عنده الرقم كونتينوس شغال، ما زال فيه كهرباء لمده فيو سكندز اور مينتس، لحد ما يجي اللي بعده، لحد ما يجي اللي بعده عشان يجمعهم مع بعض. بسبب ايه بقى؟ ما زال في كهرباء بالعقل، يبقى 100%، بسبب ان في زياده في الريليس اوف كيميكال ترانسميتر، بسبب ان الكالسيوم اللي بيدخل بيتخطى الكالسيوم اللي بيطلع بالبامب، ويك كالسيوم بامب، زياده الانترسيوال كالسيوم ديو تو ويك كالسيوم بامب، فبيزيد الريليس اوف كيميكال ترانسميتر، ودي مهمه في الايميديت ميموري. طيب تاني نوع من الشورت تيرم فاسيليتيشن اللي هو السنسيتايزيشن. قلت اللي اتلسع من الشوربه هيقعد لمده طويله، خايف ياكل اي حاجه، خايف يتلسع حتى من الزبادي. يبقى هنا الشوربه حاجتين، الشوربه ساخنه
فين البناين ستيمولس هنا؟ فين الحاجه الحلوه؟ الشوربه حلوه بناين، بس ايه اللي كان معاها وحش؟ السخونه. يبقى انت عملت كومبينيشن اوف حاجتين، مؤثر حلو بناين ستيمولس اللي هو الشوربه، ونوكيا ستيمولس مؤلم انها كونها ساخنه. فايه اللي حصل؟ البوست سينابتيك نيرون بقى متحذر لفتره طويله، برولونجد اوجمنتد يعني مزاد ريسبونس، اي حاجه خايف يلمسها لا 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 اما الا يتلسع. طب بنفسرها بايه؟ بظاهره البري سينابتيك فاسيليتيشن. ان البري سينابتيك ليه بيطلع كيميكال ترانسميتر كتير؟ قلنا بقى القصه ان في ثيرد نيرون طلع سيروتونين، اشتغل على ميتابوتروبيك ريسبتور، شغل الجي بروتين، شغل ادينايل سايكليز اللي كسر ال اي تي بي لسايكليك اي ام بي، السايكليك اي ام بي شغل كاينيز اي، بروتين كاينيز اي. اللي وظيفته ايه الكاينيز ده؟ قلناها في محاضرتين، يعمل فوسفوليشن، عمل فوسفوليشن للبوتاسيوم تشانل، قفلها. بقى البوتاسيوم اتحبس جوه جوه، والبوتاسيوم بوزيتيف، يبقى جوه بوزيتيف بره نيجاتيف، يبقى البري سينابتيك حصل له ديبولاريزيشن، فده دخل كالسيوم كتير، فرقع فيسكل كتير، ده ظاهره البري سينابتيك فاسيليتيشن في الشورت تيرم ميموري. خلاص؟ انك بتقعد لفتره ساعه ساعتين يوم يومين خايف تاكل زبادي، يبقى دي ايميديت ميموري انما دي شورت تيرم ميموري. نيجي بقى لاصعب حاجه وحاول تفهمها مع العبد الله، والا فهمها هيبقى صعب جدا. اللونج تيرم بوتنشيشن ولونج تيرم ديبريشن. الديبريشن هاخد دقيقتين، انما البوتنشيشن زي ما انت شايف اهو يعني شيء معقد اهي. ايه دي؟ بتبقى في الهيبوكامبس يا شباب، الظاهره دي في الهيبوكامبس اللي هو حصان البحر، و دي حته موجوده في البرين متعلقه بمرض هنجيله في الجزء الترم الثاني باذن الله، متعلق بمرض الالزهايمر، نوت الزهايمر، نوت الزهايمر. وحتى اللي عاوز يتابع قصه الالزهايمر انا عاملها على الفيسبوك في حلقه كنت قدمتها في التلفزيون وحاططها على الفيسبوك عن الالزهايمر، اللي يحب يعني يبقى يسمعها. في الاول هتقرا تلاقي نفسك يعني مش فاهم البري حصل له ايه؟ ريبيتد ستيميليشن في الهيبوكامبس. لو عملت ريبيتد ستيميليشن بيحصل ايه في البوست؟ خد بالك دي عكس الالزهايمر دلوقتي، البوتنشيشن بالعكس ذاكره قويه جدا تقعد سنوات، اللونج تيرم ديبريشن بالعكس الذاكره هتضيع. يبقى ريبيتد ستيميليشن في الهيبوكامبس بتؤدي الى رابيدلي ديفلوبينج بيرزيستنت برولونجد انهانسمنت، يعني الانهانسمنت بيبقى رابيد سريع ودائم بيرزيستنت ولفتره طويله جدا. في حاجات كتيره في حياتنا انا بقولها لك مرتين ثلاثه وتبقى في ذهنك، يعني اسمك بنقوله لك مرتين ثلاثه وتقعد فاكره ذا ريست اوف يور لايف، واسماء كل الناس اللي تهمك في العائله وفي الاصدقاء، مش كل مره هنقعد نقول لك الاسم، احنا بنعيد الاسم مرتين ثلاثه لما بقابلك انا اسمي كذا، وبعد شويه سمعت واحد بيناديني بنفس الاسم وانت يعني حبيت هذا الشخص، سمعت اسمه مرتين ثلاثه تقعد فاكر الصديق ده وباسمه. يبقى ريبيتد ستيميليشن في البري ادى لايه في البوست؟ تقعد years even the rest of life، وبسرعه بسرعه الاسم بقى في ذهنك the rest of life بتاع الشخص اللي هو انت مرتبط بيه سواء كان في العائله او صديق. rapid developing persistent prolonged enhancement. الميكانيزم بقى ازاي بنحتفظ بالذاكره لسنوات واذا حصل عكسها نفقدها زي في مرض الزهايمر؟ هنا في تو ريسبتورز اسمهم امبا ونامدا، امبا ونامدا، حتى انا عشان احفظها بطريقه لطيفه، واحد قام والتاني نام، امبا امبا امدا ونامدا، امدا هي امبا، معلش انا بحولها شويه عشان تعرف تفتكرها، الامبا والنامدا. الامبا ريسبتور ده زي ما انت شايف ده صوديوم ريسبتور وده كالسيوم ريسبتور، يعني هم انا عاوز اقول لك الاول ان امبا ونامدا دي اختصارات بس مش يعني مش مهم تعرفها. يعني مثلا النامدا دي اختصار ايه؟ ان ميثايل دي اسبارتيت، ان ميثايل دي اسبارتيت. الامبا دي اختصار هتبقى الفا ميثايل بروبيونيك اسيد، ما عليكش كلام ما تحفظش العبط ده،
امتى ونام ده. ايه الكلمة المهمة؟ انا شايف الرسمة دي معقدة مش هتفهم فيها حاجة، فانا عملت لها رسمة. بحب انا الرسم قوي يا شباب، وبقول هو حصاد السنين عشان تقدر تفهم فيها القصة دي. ايه القصة؟ في الاول افهم حتة حتة واعدك اي اشور يو انك في الاخر هتطلع يعني ثابته في ذهنك، حافظها كويس قوي باذن الله. او ده الاول اختصار انبا ونمده، او اسف هما ايه الاول انبا ونمده، انا قلت الاختصارات خلاص مش عايزك تعرف. هما جلوتاميت ريسبتورز من انهي نوع؟ ايونوتروبيك، يعني الانبا بتاع الصوديوم والنمده بتاع الكالسيوم، عشان ما تلخبطهمش، الان مش مع الان، النمده ده كالسيوم مش هو الصوديوم، مش الان مع الان ايه، لا النمده ده كالسيوم، الانبا ده صوديوم، فدول ايونوتروبيك ريسبتور بيشتغلوا بالجلوتاميت، فهم تعرفهم كده هم جلوتاميت ايونوتروبيك ريسبتورز. دي نقطه مهمه جدا في الام اس كيو. اذكرك بنقطه ثانيه في الام اس كيو، احنا قلنا يا شباب ان ان الريسبتور ان الاستيميليشن انهيبيشن، جاوب السؤال ده، داخل السنترال نيرف سيستم بيعتمد على الكيميكال ترانسميتر ولا على الريسبتور؟ يعني يحصل استيميليشن او يحصل انهيبيشن، ده ديبندنج على مين يا شباب؟ اظن انت عارف الاجابه، ديبندنج على الريسبتور، ما عدا في اكسبشن هو اللي بيجي في الام اس كيو. في تملي تو كيميكال ترانسميترز عمرك ما هتشوفهم بيعملوا حاجه غير انهيبيشن. سؤال ام اس كيو نمره 2 اللي هم مين؟ فاكرهم؟ الاثنين بحرف الجي، جاما امينو بيوتيريك اسيد وجلايسين. طب وفي اثنين تملي بنلاقيهم بيعملوا اكسايتيشن، عمرهم ما عملوا انهيبيشن، اللي هم الجلوتاميت موضوعنا النهارده والاسبارتيت. وهو ده الجلوتاميت اكزامبل رهيب، ده بيشتغل على تو ريسبتور، بيدخلوا اينز بتعمل ديبولاريزيشن، واحد الامبا بيدخل صوديوم هيعمل ديبولاريزيشن، والثاني بيدخل كالسيوم، اللي هم بيخلوا جوه بوستل وبره نيجاتيف. فالريسبتور تو ريسبتور دول ايه في الام اس كيو؟ دول ايونوتروبيك، يعني هم ريسبتور اه في نفس الوقت فيهم اين شانل، واحد يدخل الصوديوم بالعكس الان مش مع الان. النمده بيدخل كالسيوم، والامبا هو اللي بيدخل صوديوم، وبيشتغلوا بانهي ترانسميتر؟ اللي هو الجلوتامين، اللي هو التملي اكسيتاتور. ازاي الفاسيليتيشن بيقعد لسنوات؟ انا هسهل لك الامر جدا 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 برغم اقرافي كثير من الكتب تطلع ما انتش فاهم حاجه. ان اكشولي في تقويه متبادله، يعني الامبا يقوي النمده والنمده يقوي الامبا، والامبا يقوي النمده زي ما نشوف، والنمده يقوي الامبا، فعشان كده بيقعد سنين. تقويه متبادله بالعرض، ايه رايك بقى نشوف حاجه ثانيه احلى منها بالطول؟ عمرك شفت البوست سينابتيك نيرون بيطلع كيميكال ترانسميتر؟ اهو بيطلع كيميكال ترانسميتر غاز نيتروس اوكسايد. تصور يعني البري يطلع جاما هيشغل الحاجات دي، وبالاضافه انه يشغل الحاجات دي يستيميليت البوست انه يطلع ان او، فيخلي البري يطلع مور جلوتاميت، الجلوتاميت يطلع ده مور نيتروس اوكسايد، مور جلوتاميت. يعني انا حفظتها لاجيال، تقويه عرضيه التو ريسبتور يقوي بعض زي ما هنشوف، وتقويه راسيه البري يقوي البوست، والبوست يقوي البري، والبري يقوي البوست، اند سو اون. الجلوتاميت يخلي ده يطلع نيتروس اوكسايد، نيتروس اوكسايد يخليه يطلع مور جلوتاميت، اند سو اون. تقويه رهيبه مش هنشوفها عمرنا غير في الهيبوكامبس. تعال ناخد التقويه اللي بالعرض اللي هي الاصعب. الجلوتاميت حتى انا بحب الرسم قوي، رسمته لك اهو بحيث شكله ينفع يركب بالجزء الاسود ده يركب في الامبا، وبالجزء الاحمر ينفع يركب في النمده. يعني نفس الترانسميتر بس بيشتغل على تو ريسبتورز، شكله يسمح له انه يشتغل على ريسبتور الامبا والنمده، امده ونمده عشان تفتكرها بطريقه فاني، امبا ونمده، امبا يا بدل ام ده امبا، امبا ونام ده عشان تفتكر. وقلت لك دي اختصارات ايه بس مش عليك، وكثير من اللي هيسالوك ما يعرفش يختار ايه اساسا. دلوقتي لما يمسك الجلوتاميت في الامبا، ده قلنا ايونوتروبيك ريسبتور يعني عنده اين شانل هيدخل صوديوم يعمل دي بولاريزيشن. طيب شوف بقى ازاي الامبا هيقوي النمد، الدي بولاريزيشن ده هيريموف المغنيسيوم انهبيشن من النمد، هيشيل المغنيسيوم اللي كان بيعوق دخول الكالسيوم، لان هما الاثنين بوست ريتشارج،
يبقى هيرموف المغنيسيوم انهبيشن فيروح داخل الكالسيوم. ما يدخل الكالسيوم من بره، دي القصه الثالثه اللي خدناها في محاضره الاندوكراين، يتحد مع بروتين يحور الكالسيوم يخليه يعرف ينشط الكينيز. كالسيوم لوحده ما يعرفش ينشط الكينيز، لكن لما يتحد مع كالسيوم موديوليتنج بروتين، حتى قلنا يبقى في كلمه واحده كال موديولين اللي هي جايه منين، كلمه كالسيوم موديوليتنج يعني يحور اي ان على بروتين، يتحد مع الكال موديولين، الكالسيوم كال موديولين كومبلكس ده يقدر ينشط كينيز انزايم. طب الكينيز انزايم ده هيعمل ايه؟ احنا عارفين كينيز ليه سموه ليه كينيز از انزايم، وكينيتيك يحرك، يحرك ايه؟ اهي فوسفيت جروب، فيعمل حاجتين، يعمل فوسفوريليشن للامبا، ودي تعمل لها اكتيفيشن، يعني كان الامبا اكتيفيت النمده والنمده عمل له فوسفوريليشن فعمل له اكتيفيشن، تقويه متبادله، ده شال له المغنيسيوم انهبيشن فاشتغل، وده عمل له فوسفوريليشن فاشتغل اكتر. ده مش كده وبس، ما بيزودش بس الاكتيفيتي بتاعت الامب، وبيزود كمان النمبر اوف امبا ريسبتور، بيخليه موف ناحيه الحته الاكتف في السينابس، يعني بيموف مور نمبر اوف امبا ريسبتور، تقويه متبادله. يبقى الامبا يقوي النمده والنمده يقوي الامبا. تبتدي بمين؟ بالامبا، بحرف الايه؟ ايه الاول، تبتدي الامبا بالاول. الامبا لما مسك في الجلوتامات ما تلخبطش، الان مش مع الان، الامبا هو اللي بيدخل صوديوم، فيحصل دي بولاريزيشن، يبقى ده بقى نشط اهو. الدي بولاريزيشن يعمل ايه؟ يموف المغنيسيوم انهبيشن من النمده فيتنشط، يدخل الكالسيوم من النمده. الكالسيوم اللي دخل من بره خدناها في محاضره الاندوكراين لوحده ما يعرفش ينشط كينيز انزايم الا لو اتحد مع بعض بروتين يحوره، اسمه كالسيوم موديليتنج بروتين او كال موديلين. الكالسيوم كال موديلين كومبلكس ينشط كينيز 2، كينيز لطالب فاهم قوي، ايز انزايم كينيز يحرك فوسفيت جروب، يحرك فوسفيت جروب يعمل فوسفوريشن الامب فيعمل له مور اكتيفيشن، مش كده بس، ويزود عدد نمبر الامب ريسبتورز، تقويه متبادله، تقويه متبادله بالعرض اهو. الامبا ينشط النمده والنمده ينشط الامبا، وده مش كده بس، وتقويه راسيه، قال البري سينابتيك يطلع جلوتاميت فيخلي البوست اول مره نسمع البوست يطلع كيميكال ترانسميتر، اول مره نشوف كيميكال ترانسميتر غاز ناتريك اوكسايد، تصور يعني حاجتين غراب طالع من البوست وغاز موجوده في غرائب الدنيا، يخلي البري يطلع مور جلوتاميت، والجلوتاميت يطلع مور نيتروس اوكسيد، يطلع مور جلوتامين، يعني تقويه راسيه وتقويه عرضيه، فتنتهي سبحان الله سبحان الله بتقويه في الهيبوكامبس للذاكره، تخليك تتذكر اسمك واسم افراد العائله واسم اصدقائك اللي اتقالوا ريبيتد فيو تايمز فور ييرز. تصور نفس الحته دي، يعني سبحان الله، يعني ربنا يقدر يعمل كل حاجة، محيي ومميت في نفس الوقت. نفس الفكرة، ان بدل لونج تيرم بوتنشيشن ممكن تبقى لونج تيرم ديبريشن، نفس الكلام هو بس الديبولاريزيشن هنا كلمة واحدة بس، وصل ما وصلش للثريشولد فاليو اللي هو 20 ملي فولت، فوقفت العملية بأكملها. انت هنا بدل بوتنشيشن بسبب ضعف الديبولاريزيشن قصوره في انه يوصل الفارينج ليفل انتهى بالعكس بديبريشن، لونج تيرم ديبريشن اللي هو الهيبوكامبس. ده يا شباب كان واحد من اصعب الموضوعات في الطب، وهو السينابتيك بلاستيسي. انا عارف ان ممكن تسمعوها تاني، ووعدت ان انا مش هعيد عشان ما اضيعش وقتكم، لكن ادوني 5 مينتس هعيدها لكم في عجاله، واحد من اصعب المواضيع، اتمنى تكونوا فهمتوه. سينابتيك بلاستيستي، قلنا يا شباب بلاستيستي من كلمه بلاستيك، مسطره بلاستيك، الابيليتي تو تشينج، انت ممكن تعود شويه المسطره بلاستيك، ده تشينج سينابتيك ترانسميشن بيزد على الديماندز. النقطه الثانيه حسب الديماندز، ديبندنج على بوست باست اكسبيرينس، معتمد على اكسبيرينس سابقه، ده التعريف. انا مخي يقول لي انه لازم يبقى نوعين، يا شورت تيرم يا لونج تيرم، ده النوعين الاساسيين، كله ينقسم لاثنين، لان ممكن اغيره في المده شورت تيرم او لونج تيرم، كله ينقسم اثنين، اقويه او اضعفه، انهبيشن او بوتنشيشن، يبقى اتصور اربعه بس. هم ليه خمسه؟ عشان الشورت تيرم فاسيليتيشن فيه نوعين، في واحد للايميديت ميموري وفي واحد للشورت تيرم ميموري، ده لوحده
بيجي سؤال نظري طويل جدا وممكن يقسمه لك حتتين يعني سؤالين. وما عشقت مثل عشقي للنظام، هتتكلم في اربع نقط. شوف النظام يخليك تتذكر، تشرح لي الاستيمولس اللي بيحدث في البري اهو بري، الريسبونس اللي يحدث في البوست، الايونيك بيزس، الاكزامبل. هبتدي المره دي بقى بالاكزامبل عشان نفهم اكتر. في الشورت تيرم انيبيشن اللي هو اسمه هابيتويشن التعود، وهكمل الجمله من عندي، التعود على الضوضاء. طب هنا اوصف لي الضوضاء كاستيمولس، ايه الضوضاء ده؟ قطر بيفوت كل شويه، يبقى ريبيتد، كل شويه بيفوت لكن ما بيضرنيش، هو صوت بس بناين، ريبيتد بناين ستيمولاي ات انترفال زي النويزز. طب ايه اللي المفروض انا عشان انام المفروض ما استجبش للصوت ده؟ يبقى البوست عمل جراديوال لوس اوف ريسبونس. طب ما استجبش ازاي؟ يبقى 100% لازم اقلل الكيميكال ترانسميتر. طب هو مين اللي بيطلع؟ انا باخدها بالعكس عشان تحفظها احسن. مين اللي بيطلعها؟ الكالسيوم. اقلل انترسيو كالسيوم، هو الكيميكال ترانسميتر معتمد على كالسيوم، اللي بيطلعه الكالسيوم بالاكسيتوز، عشان يقل الترانسميتر نقلل الكالسيوم زي في النويز. شوف جميله ازاي. تعال ناخد بقى الشورت تيرم فاسيليتيشن، في بوست تانيك بوتنشيشن وفي سنسيتايزيشن. دي في الشورت ايميديت ميموري ودي في الشورت تيرم ميموري. ايميديت ميموري سكندز تو مينيتس، اللي هو حاصله دلوقتي في انك بتتابعني جمله جمله، ده ايميديت ميموري. شورت تيرم ميموري اللي هي قصه لما تتلسع من الشوربه تنفخ في الزبادي لمده 3 4 ايام، ده الفكر، او لساعات زي ما يكون. طب تعال نشوف، يبقى هنا ايه الاستيمولس؟ ان انا الشوربه كانت سخنه، اسف انا اسف، الايميديت ميموري احنا انا بدات في دي، اسف. افتر هنا الايميديت ميموري اللي هي زي ما بقول جمله بتتذكرها، فيها فعل وفاعل ومفعول به، مساله فيها رقم وعلامه زائد ورقم اخر، ادي ثالث نقطه، ويساوي، هو عاوز يساوي يساوي كذا. يبقى كل ستيمولس لما بقول اثنين، اثنين دي قلت ما بتتقالش في ثانيه، بتتقال في 2000 ملي سكند. يبقى عباره عن بريف تيتلايزنج امبلس، في مفهوم الخالق خدت وقت طويل جدا، بريف تيتلايزنج امبلس. انا عاوزك تبقي رقم اثنين عشان لما اكمل مساله تبقى مش انا توقفت على اثنين ونقلت زائد وهكذا، لازم تبقى في مخك عشان تحل مساله. يبقى لازم البوست يحصل له ايه؟ كونتينيوس تو ديشارج تو ريسبوند فور فيو سكندز تو مينيتس. طب بسبب ايه؟ ادام هيشتغل كتير يبقى بالعقل هيزود الريليس كيميكال ترانسميتر. بسبب ايه؟ الكالسيوم هو اللي بيطلع الكيميكال ترانسميتر. بسبب ان دخوله مع كل ستيمولس، ما هو تيتنايزنج لمده، قلنا انا قلت اثنين، دي خدت 2000 ملي سكندز. خلاص؟ سي مثلا، يبقى زاد الكالسيوم فزاد الريليس كيميكال ترانسميتر، ودي مهمه في الايميديت ميموري. انا شايف ان كل مره تسمع وتفهم الجمل اللي بتتقال والمسائل تقول ثانك جاد فور بوست تيتانيك بوتنشيشن. بسبب هذه الظاهره. تعالى بقى البوست الشورت تيرم فاسيليتيشن اللي هو هنسميها سنسيتايزيشن، اللي هو قلنا يا شباب اللي اتلسع من الشوربه، يبقى الاستيمولس هنا حاجتين، الشوربه بناين ستيمولس لكن كانت سخنه معاها نوكيا ستيمولس اللي هي السخونه. طب ايه اللي حصل؟ ان انا بقى عندي الريسبونس بتاعي مبالغ فيه، ما ببصش للزبادي بتخض، يبقى برولونجد اوجمنتد ريسبونس. وقلنا التفسير بسبب ظاهره البري سينابتيك فاسيليتيشن، ارجع المحاضره اللي هي قصه السيروتونين، ودي في الشورت تيرم ميموري. ثم انتقلنا يا شباب الى اللونج تيرم بوتنشيشن ديبريشن. اول سؤال، دول بيحدثوا او يحدثا اسف في الهيبوكامبس، في الهيبوكامبس، مسؤول عنهم او عنها، عن هذه الظاهره او عنهما، نوعان من الريسبتور. فاكر افتدي بواحد ام وعين نام، امتا ونامدا ريسبتورز اللي هم سؤال ام اس كيو، دول عباره عن ايه؟ انوتروبيك ريسبتور، بيشتغلوا بماده اسمها ايه؟ جلوتاميت. وبعيد تاني الحته دي صعبه، الاستيميليشن والانهبيشن في السنترال نيرفس سيستم depending على الكيميكال ترانسميتر ولا على الريسبتور؟ الاجابه الريسبتور، 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 الريسبتور هو اللي بيحدد. الاستايلكولين بيقبض الوول بتاع الاستومك وبيبسط السفنكتر،
هو نفسه الاستايل كولين هنا بيقبض الوول وهنا بيبصل السفنكتر، يبقى 100% الموضوع ريسبتور. ما عدا دي تاني اسئله ام اس كيو. تو كيميكال ترانسميترز تملي بيعملوا انهيبيشن بحرف الجي، جابا جاما امينو بيوتريك اسيد جابا وجلايسين، واثنين تملي يعملوا اكسايتيشن اللي هم الجلوتاميت والاسبارتيت. وادي الجلوتاميت عندنا دلوقتي. ايه فكره البوتنشيشن؟ انك انت هتدي ستيمولاي كذا مره ريبيتد، تقعد فاكره البوست يستجيب لي لمده سنوات ان لم يكن لاخر العمر. واديت مثال حلو قوي، اسمك، اسماء افراد العائله، اسماء اصدقائك، اتقالت لك 3-4 مرات لكن لاهميتها استقرت في ذاكرتك ما حيت. ايه السبب؟ قلنا تقويه عرضيه وتقويه راسيه، ان التو ريسبتور دول بيقووا بعض. الامبا بتدي بالحرف الاي، الامبا يقوي النمدة فالنمدة يقوي الامبا، وتقعد بقى اعتبرها حاجه زي بوست فيدباك، ده يقوي ده وده يقوي ده وده يقوي ده وده يقوي ده. والبري يقوي البوست والبوست يقوي البري، دي اول مره نشوف. الجلوتاميت يطلع من هنا نيتريك اوكسايد فيخلي ده يطلع مور جلوتاميت اند سو اون. خلاص ما فاضلش حاجه، تقويه بالعرض وبالطول. الامبا يقوي النمدة والنمدة يقوي الامبا، والجلوتاميت يطلع من البوست ناتريك اوكسيد، ناتريك اوكسيد يطلع من البري جلوتاميت اند سو اون. تاني مش عاوز طالب يلخبط معايا، دول ايونيك ريسبتور. قلت يعني ايه ايونيك ريسبتور؟ ايونوتروبيك ريسبتور خدناها في اول محاضره في سي ان اس. ايونوتروبيك ريسبتورز يعني عندهم اين شانل، واحد عنده صوديوم والتاني عنده كالسيوم عشان يبقوا اكسيتاتو. مش قلنا عشان كده قلنا جلوتاميت اكسيتاتو؟ لانه بيشغل ريسبتور فيها يا صوديوم يا كالسيوم اللي هم بتوع الاكسيتيشن. تبتدي بمين؟ قلت ما تلخبطش، النمدة بحرف الان مش هو الصوديوم ريسبتور، ده كالسيوم ريسبتور، الامبا هو الصوديوم، عشان عارف فين الطالب بيلخبط. فالامبا يدخل صوديوم يعمل ديبولاريزيشن، فالديبولاريزيشن يقوي النمدة. ازاي؟ يشيل المغنيسيوم انهبيشن فالكالسيوم يدخل، يبقى الديبولاريزيشن بتاع الامبا بيؤدي الى تقويه في النمدة بانه بيشيل المغنيسيوم انهبيشن فيدخل الكالسيوم. طب لما النام ده يتنشط، ينشط الامبا ازاي؟ بطريقه اكثر تعقيدا. لما يدخل الكالسيوم، الكالسيوم قلنا ما يعرفش ينشط كاينيز انزيم يعمل فوسفوريشن الا لو اتحد مع بروتين يحوره اسمه كالمودولين، ده كالسيوم موديليتنج بروتين. فيتحد الكالسيوم مع الكالمودولين يدي كالسيوم كالمودولين كومبلكس ينشط كاينيز انزيم. خلاص عرفت القصه، كاينيز يعني محرك لفوسفيت جروب، انزيم بيحرك فوسفيت، يعمل فوسفوريشن الامبا فتتنشط اكتر. ومش كده بس، مش بيزود النشاط بس، الكيف بس، بيزود كمان الكم، عدد الامبا ريسبتور، بيخليها موف اكتر للمنطقه النشطه في البوست سينابتيك. ده واحد من اصعب مواضيع في الطب، عشان كده قعدت افكر وافكر، عاوز اعمل لها رسمه سهله. وقلت الرسومات هي حصاد السنين، وقد كانت هذه الرسمه اللي بتسهل لك جدا. And don't ever forget الموضوع متعلق بالهيبوكامبس اهي، ده سؤال ام اس كيو، ان الامبا والنمدا ريسبتور دول بيشتغلوا بجلوتاميت اللي هم اكسيتاتري، لان الامبا ده بتاع الصوديوم قلنا الان مش مع الان، والنمبا بتاع الكالسيوم، ودول ايونوتروبيك ريسبتورز. وقلنا ان التنشيط بيتم بالعرض، الامبا تنشط النمدا عن طريق ان الديبولاريزيشن اللي حصل هنا يموف المغنيسيوم انهبيشن، فيدخل الكالسيوم مع الكالمودولين، شغل الكاينيز ايه يعمل فوسفوريشن ينشط الامب، وهكذا نشطوا بعض. والبري نشط البوست والبوست ينشط بري، جلوتاميت يطلع ناتريك اوكسيد، ناتريك اوكسيد يطلع مور جلوتاميت. اللونج تيرم الديبريشن نفس الكلام بس كلمه واحده، ان هذا الديبولاريزيشن ما وصلش للثريشولد فاليو اللي هو 20 ملي فولت، فتوقف الموضوع برمتي. ده الجزء الصعب في الحصه. نيجي للجزء الاقل صعوبه، دي حصه قويه في سي ان اس، ويعني حاول تفهم مع العبد الله سي ان اس، اذرايس هيبقى عندك مشكله، لانه زي ما بقول فاقد الشيء لا يعطيه يا شباب. فنحاول نفهمها مع بعض. فنيجي الموضوع الثاني اسمه نيورونال بول، ده اسهل. بول يعني تجميعه، في عندنا هنا حاجه اسمها في نورث امريكا كار بول،
الناس عشان المواصلات لا تكتظ يعني بالعربيات، يجمعوا عربياتهم كلهم رايحين نفس المشوار في حته كده يعني مع بعض اسمها كار بول، وبعدين المجموعه اللي رايحه نفس المشوار تركب عربيه واحد بس، بدل ما انا وانت وحضرتك رايحين نفس المشوار كل واحد بعربيته واحنا نفس المشوار، نتجمع في حته اسمها كار بول وناخد النهارده عربيه سعادتك، بكره عربيه سعادتك، اليوم الثالث عربيه العبد الله وهكذا. يبقى مايا نيورونال بول بقى كولكشن اوف نيورونز، مجموعه نيورونز with the same function. واحد يقول لي ممكن تدينا مثال سهل؟ اه، مجموعه النيورونز اللي بيعملوا فليكشن اوف ذا بايسبس، يبقى كلهم بيعملوا لعضله واحده حاجه واحده البايسبس فليكشن، يبقى دول نيورونال بول. مجموعه النيورون اللي بيعملوا اكستنشن للبايسبس يبقى انذر بول. وعليه يمكن تخيل ان عدد النيورونال بول في السي ان اس عدد ضخم جدا. نتخيل كل عضله بكل حركه مجموعه نيورون اللي بيعملوها بول. ده احنا عندنا كميه عضلات رهيبه بالمئات في السكيلتال ماسل بس. المهم، ما هو تعريف النيورونال بول؟ مجموعه من نيورونز لهم نفس الوظيفه بعربياتنا. كولكشن اوف نيورونز with same function. النيورونال بول ده اورجنايزد، يعني مصمم بحيث يحقق خمس خصائص أساسية. أول اثنين سؤال ام اس كيو، رقم 3 4 5 كل واحدة على حدة سؤال نظري. ابتدي بالاثنين اللي هم ام اس كيو. أول تصميم دايفيرجنس، يعني تفريق. يعني إيه تفريق؟ زي ما أنت شايف في الرسم، يعني one neuron diverges to activate many neurons. واحد هي دايفيرج أهو ويأكتيفيت many neurons. طيب ايه قيمتها دي؟ الدايفيرجنس، الظاهره دي مسؤوله عن الامبليفيكيشن، التقويه. هتقول لك مثال جميل، يعني خليه واحده في المخ، بيراميدال تراك سيل واحده في القشره المخيه بتاعتك تدايفيرج. انا راسم هنا ثلاثه، لا هي الدايفيرج في السباينال كورد تو اكتيفيت، افتح ودنك، 1000 انتيرو هورن سيلز. هتقول لي قيمتها ايه دي؟ ياه، قيمتها ايه؟ ده انت تبقى وفرت مجهود بمخك رهيب، وانت مخك مش ناقص. يعني مخك بعت اشاره عصبيه واحده من البيراميدال سيل، والاشاره دي تفرقت ل 1000 انتيرو هورن سيلز، شغلت 1000 انتيرو هورن سيلز. وخد بالك كل انتيرو هورن سيلز بتشغل مئات الماسل فايبرز. من 3 ل 6 قلنا ماسل فايبر لو كانت الحركه، لو كنت فاكر في خدناها في الماسل، لو كانت الحركة فاين، وممكن ميات لو كانت الحركة جروس. ايه الروعة دي؟ بظاهرة الامبليفيكيشن اللي هي الدايفيرجنس اللي بتعملها، ان النيرون بيقدر يدايفيرج تو اكتيفيت ميني، وان ياكتيفيت ميني، وده مهم الامبليفيكيشن. طب نيجي الديستريبيوشن اوف سيجنال، توزيع الاشارات. دلوقتي حضرتك اتلسعت في رجلك، مطلوب حاجتين، في حاجة شكت رجلك، مطلوب انك تبعد رجلك عن مصدر الاذى، ده يسموه فليكسور ويزدرول، يعني هتعمل فليكشن في رجلك وتويزدرو رجلك، تبعدها بعيد، ومطلوب في نفس الوقت تحس الالم عشان تشوف مصدره ايه، اذا كان الدبوس لسه شابك في رجلك تشيله. فالريسبتور بعت امبلس عن طريق نيرون، مطلوب حاجتين، انك تسحب رجلك، فالنيرون ده دايفيرج ادى سيجنال تروح للنخاع الشوكي السباينال كورد لعضلات الفليكسورز بتاعت الرجل، تشغل الفليكسور ماسل تعمل فليكشن، يبقى ادي اول مسار. طب المسار الثاني دايفيرج، طلع امبلس لفوق وصلت للسنسوري كورتكس، اديتك احساس الالم. خد بالك من رائع الخلق والخالق، تفتكر انت هتسحب رجلك الاول؟ ده الامبلس راح للسباينال كورد للفليكسور نيرونز بتاعت الرجل، ولا هتحس الالم في السنسو كورتكس الاول؟ يعني فكر معايا، تفتكر ايهما يحدث اولا؟ لا سبحان الله، الاول بسحب رجلي وبعدين بحس الالم. تزامل الشيئان انهم حصلوا قريب جدا من بعض بيخلينا عندنا اعتقاد خاطئ
ان احنا سحبنا رجلنا بسبب الالم، مع ان دي حاجه ودي حاجه. الامبلس اللي جايه من البين ريسبتور وراحت النخاع الشوكي تحت تحت قريبه جدا للرجل، شغال فليكسور ماسل سحبت الرجل، ده الاول. وفي امبلس ثاني دايفيرج تفرقت وطلعت لفوق ادتك احساس الالم. وعندي اثبات رائع. تصور الناس اللي على ويل تشير، اللي على كرسي، اللي هم في حاله شلل، يعني رجله اراديا مشلوله، شك رجله. سبحان الله، لانه سباينال ريفلكس مش حاجه اراديه، ده ريفلكس. لما تشك رجله هيروح ساحب رجله برغم ان الامبلس ما وصلش لفوق، لانه طبعا عنده النخاع الشوكي مقطوع، عشان كده هو مشلول. يعني سحب رجله هو مش حاسس الم، ده يبين لك ان دي حاجه ودي حاجه. سحب الرجل ده سباينال ريفلكس، حدث في في في, في رجله اللي مشلوله. ليه برغم انها مشلوله اتحركت؟ لانه مش ارادي، ده ريفلكس، سباينال ريفلكس، وما حسش الم. بقولها بجمله جميله: وما زالت العين الالهيه تحرس القدم المشلوله والفاقده الحس. سبحان الله في خلقه. يعني انت لو شكيت رجل الراجل اللي هو قاعد على كرسي بعجل، اللي هو رجليه مشلوله، اراديا تقول له حركها، ما يحركهاش، ما يقدرش. تقرصه في رجله مش حاسس لمسه ايدك خالص. انما لما تشكه او تديله بينفول ستيمولس يروح ساحب رجله. رجله اللي ايه؟ المشلوله، وما حسش البين لان الامبلس ما وصلتش لفوق، لان النخاع الشوكي مقطوع. وما زالت العين اللي هي تحرس القدم المشلوله والفاقده للحس. ده بسبب الديستريبيوشن اوف سيجنالز، بسبب الدايفيرجنس. السيجنال اللي بتحسسه الالم ملهاش اي علاقه بالسيجنال اللي بتشغل الرجل، حصل لها ديستريبيوشن. نيجي للكونفيرجنس، تاني خاصيه، ام اس كيو برضه زي الاولانيه. بالعكس هنا ميني نيرونز كونفيرج تو اكتيفيت وان نيرون. يعني هنا ميني اكتيفيت وان، هناك كان 1 اكتيفيتس ميني، هنا ميني اكتيفيت 1. ايه اهميتها دي؟ فاكر السبيس سبميشن؟ كنا ميني نيرونز، فاكر قلنا ميني ستيميليتد سيمولتينيسلي، ميني سيمولتينيسلي. يبقى لولا ظاهره الكونفرجنس دي ما قامت قائمه للسبيس سبميشن او سباتيال سبميشن. السباتيال سبميشن قائم على انه كل نوبل لوحدها ما تقدرش تعمل حاجه، لكن مع بعض لو شغلتهم مع بعض هيعملوا حاجه ويدوك اكشن بوتنشال. يبقى الكونفيرجنز ده هو المسؤول عن ظاهره السبيس او سباتيال سميشن. واقولها لك بصوره اعمق: ولولا السبيس سميشن ما كانش السي ان اس هيشتغل، ما كناش هنوصل للفايرنج ليفل ونقدر نطلع سيجنال. ايه الروعه دي؟ يعني بسبب الكونفيرجنز عندنا ظاهره السبيس سميشن، ان ميني كونفيرج على 1، فلو شغلتهم مع بعض كل واحد لوحده ما يقدرش يشغل، لكن مع بعض يقدروا يشغلوا النيرون دي، اللي سميناها سبيس سبميشن، وبالتالي سي ان اس يشتغل. بالعكس بدل ديستريبيوشن اوف سيجنالز يبقى كولكشن اوف سيجنالز، اللي هي الانفورميشن. وادي مثال هنا: فاكر اني حته في السي ان اس كانت بتتحكم في الاندوكراينال جلاندز؟ مين الجزء من السي ان اس اللي بيتحكم في الاندوكراينال جلاندز؟ انا سامعك، الهايبوثالاموس. طب الهايبوثالاموس دي هي اللي بتتحكم في الانتيريو بيتيوتري، وبالتالي في الثلاث غدد تحت اسير الانتيريو بيتيوتري، من ضمنهم مثلا غده الثيرويد. طب كميه الثيروكسين دي، الثيروكسين ده بيزود الميتابوليزم وبيخلي الواحد مور نيرفس. يبقى اللي بيحدد كميه الثيروكسين عوامل كثيره: درجه حراره الجو، درجه الاستريس اللي انت فيها، وعوامل اخرى. فالهايبوثالاموس عن طريق الكونفيرجنس يجي لها امبلس عن حراره الجو، وامبلس عن درجه الاستريس، وامبلس اخرى، وتجمعهم تعمل كولكشن للسيجنال دي، الانفورميشن دي، وتخرج بهذا الكمبيوتر الرائع في الهايبوثالاموس في الاخر بنتيجه انه العوامل دي مجتمعه تستلزم ان انا اطلع الكميه دي من الثيروكسين، فتبعت كميه محسوبه من الريليسنج هرمون، يطلع كميه محسوبه من الثيرويد ستيميتنج هرمون من البيتيوتري، يطلع كميه محسوبه من الثيروكسين. بالكولكشن اوف سيجنال لازم يجمع السيجنالز وياخد النتيجه النهائيه كنتيجه للاستيمولاي دي مجتمعه، ادي الكميه المطلوبه من الهرمون. كولكشن.
يبقى ده الاول خاصيتين بيبقوا يا شباب ام اس كيو. يبقى الدايفيرجنس 1 استيميليتس ميني، وده مهم للامبليفيكيشن، الواحد ممكن يشغل 1000، والديستريبيوشن اوف سيجنالز ان البينفول سيجنال يسحب الرجل دي حاجه ويطلع المخ يديك احساس الالم حاجه ثانيه. كونفرجنس ان ميني ستيميليت 1، دي اللي مسؤوله عن ظاهره السبيس سبميشن او سباتيال سبميشن والكولكشن اوف انفورميشن. طيب تقل لأهم سؤال في الثلاثة اللي جايين بيجي نظري، اللي هو excitation field discharge zone and subliminal fringe. يا ده لو قلت لي يعني تاني سؤال بعد synaptic plasticity في المحاضرة دي، يبقى هو ده السؤال ده. ده أهم واحد في التلاتة جايين، التلاتة جايين بيجوا كلهم بس ده أهم واحد فيهم. Excitation field discharge zone and subliminal fringe. هنفهم معنى العنوان، نعرف الترمينولوجي بقى، بعمري ما هسيبهولك كده ما أنتش فاهم إيه اللي بيتقال، مش هيحصل. هنفهمها حتة حتة. الأول أنا هشرح لمدة 5 دقائق وبعديها هسأل مسألتين، إذا حلتهم يبقى أنت فهمت، ما حلتهمش يبقى أنت لم تستوعب. ولا أزيع سرا، عمري ما احتجت أعيد الشرح تاني في الحتة دي، يعني أنت مالي الطلب تفهم من أول مرة. Because I have got the best students. الأول تعالى أسمعك شوية حقائق وبعدين أسألك مسألتين. الحقائق ان كل نيرون داخل السي ان اس اهو، وليكن نيرون او، العلاقه ما بينه وبين النيرونز الاخرى لطيفه جدا جدا جدا، انه بيتلقى من العديد من النيرونز ويغذي هو بدوره العديد من النيرونز. يعني كل نيرون داخل السي ان اس بياخد من مجموعه ويدي مجموعه، مفيش نيرون شغال كده مع نيرون واحد بس غير في حته واحده. فاكرها في السبيشال سنس، في الفوفيا سنتراليس، في الماكيلا اليوتي البقعة الصفراء، في الريتنا اللي هي أحسن نقطة بنشوف بيها. نيرون واحد يتعامل مع نيرون واحد عشان يشوف النقطة نقطة، عشان يشوف الشيء بوضوحه. ده المكان الوحيد في الجسم اللي فيه وان تو وان كونكشن. إنها بقية السي إن إس لا، يتلقى من مجموعة ويغذي هو بدوره مجموعة. انسى الحتة الأولانية إنه يتلقى المجموعة دي. خلينا نركز ان كل نيرون اللي هو نيرون ايه ده بيغذي مجموعة نيرونز. فانا راسم قصادك 5 نيرونز وبقول رسومات حصاد السنين يا شباب، يعني بدون الرسم صعب انك تتابع. ديش واي انا حبيت يعني نثري اليوتيوب بمحاضرات مسموعة ومرئية ومسموعة بوضوح، صوت واضح عشان تقدر تتابع. فأنا في الرسم اللي قصادك فرضت إن نيرون إيه ده بيغذي 5 نيرونز أهم قصادك. 1 2 3 4 5. مجموعة النيرونز اللي بيغذيهم نيرون إيه ده يسموهم إكسايتيشن فيلد، مجال الإثارة. يعني إيه ده؟ لما هيشتغل بيثير الخمسة دول. فده يسموه إكسايتيشن فيلد، اللي هو أول حتة في العنوان فوق إكسايتيشن فيلد. يبقى ما هو الاكسيتيشن فيلد؟ هو مجموعة النيرونز اللي بيديهم 1 نيرون. طيب النقطة الثانية، داخل هذه المجموعة بتنقسم النيرونز إلى مجموعتين. المجموعة اللي في النص اللي هم التلاتة اللي في النص دول بياخدوا عدد كافي من النوبز، فرضته بتو نوبز، رسمت تو نوبز مش عاوز أعقدك، كافي هقصد إن عنده تو نوبز بحيث هيطلع كمية كافية من الترانسميتر، بحيث الاكسيتيشن هيوصل للثريشولد فاليو ويديستشارج اكشن بوتنشال. فعشان كده سميتهم ديستشارج زون، ده الحتة التانية في العنوان. يبقى المجموعة كلها اسمها اكسيتيشن فيلد. المجموعة اللي في النص اللي بتاخد عدد اكتر من نوبز فرضته باتنين يطلع كمية كافية من الكيميكال ترانسميتر، الاكسيتيشن يوصل الثريشولد بحيث انه ديسشارج، اسمها ديسشارج زون.
اما المجموعه اللي في البريفري اهي اللي هو واحد ده والواحد ده بياخدوا نوب واحد بس، فبيطلع شويه كيميكال ترانسميتر. ما توصلنيش الثريشولد تخليني فاسيليتيتد بس اكسايتد بس، بس ما طلعتش اكشن بوتنشال، فيسموها فاسيليتيشن زون او سبليمينال فرينش. يبقى ممكن العنوان يبقى فاسيليتيشن زون منطقه التسهيل بس مش الديسشارج، او سبليمينال فرينج. انا بس عاوز افهمك سبليمينال فرينج عشان بعض الناس بيحبوا يسالك فيها. سبليمينال من كلمه سب مينيمال، لان الاستيمولس بالنسبه للنيرون ده تحت المينيمال فسموها سب ليمينال. وفرنج يعني فرانشة، عارف الستاير في البيت لما في بيبقى ليها فرانشات كده، يعني فرانشة اللي هي على الجنب كده تلاقي حاجه طالع منها شويه اهداب، فرانش اهي يعني الستاره بتلاقي في فرانشة كده في الجنب، بنزيح الستاره ونمسكها بحاجه فرانشة فرنج، او في الطربوش زمان كان يبقى فيه فرنج. طب انت لو تخيلتها مجسمه، مجموعه النيرونز اللي في النص دول بيديسشارج، واللي في البريفري دول بالنسبه لهم الاستيمولس مش كافي فدي دو نوت ديسشارج، شكلهم زي الفرنج فسموها فرنج. الاستيمولس عندهم سب مينيمال فسموها سب ليمينال فرنج. يبقى تاني، مجموعه النيرونز اللي بيديها 1 نيرون كلهم اسمهم اكسايتيشن فيلد، اللي المجموعه اللي في النص بتاخد سفيشن نوت ديسشارج يبقى ديسشارج زون، المجموعه اللي في البريفري فاسيليتيتد بس ما وصلناش الثريشولد فاليو الفايرنج ليفل، فيسموها سبليمينال فرنج او فاسيليتيشن زون. تمام، يبقى ده فهمنا العنوان. كل ده انا بشرح فين في العنوان. يبقى المجموعه الخمسه كلهم اكسايتيشن فيلد، اللي في النص بيديسشارج ستار زون، اللي في البريفري بيبقوا فاسيليتيتد بس فاسيليتيشن زون او سبليمينال فرنج. الاستيمولس بالنسبه لهم سب مينيمال وهم في شكل فرنج. طيب لسه فاضل معلومه، هل انا كنيرون، قبل ما اقولها عاوز اقول لك معلومه طريفه، الفسيولوجي كما الحياه. عارف في وسط المدينه بتبقى الخدمات ممتازه، في اطراف المدينه الخدمات اقل. يعني الفسيولوجي زي الحياه، المجموعه اللي بتديسشارج هم اللي في السنتر في وسط المدينه، المجموعه اللي بتجيلها خدمات اقل فرضتها ب1 نوت دول في البريفري، يبقى اللي في النص بياخد خدمات كافيه في المدينه تو ديسشارج ديسشارج زون، انما دول فاسيليتيتد بس او سبليمينال فرنش. يجوز ان يشترك افرم بي اللي باللون الاحمر مع افرم اي، ممكن يشترك، ممكن يشتركوا في السبليمينال فرنش اللي هي الفاسيليتيشن زون، وممكن يشتركوا في الديسشارج زون. لو اشتركوا في الفاسيليتيشن زون تبقى دي مصلحه. تقولي ليه؟ بقى نفكر. النيرون ده بياخد بنوب واحده من ايه؟ مش كافيه تشغله، احنا عشان يشتغل قلنا محتاج كام؟ زي اخواته محتاج اتنين. ولو شغلت بيه بياخد منها نوب واحده يبقى برضه مش هيشتغل. بس لو عملت سيمالتينيوس ستيميليشن لاي وبي، لو شغلت اي وبي مع بعض يبقى اصبح بيتلقى كام؟ من كل واحد نوب، اصبح دلوقتي ده مشغله مع بعض بيتلقى تو نوبز اللي هو العدد الكافي، يبقى هيحصل ظاهره اسمها فاسيليتيشن. يبقى الاشتراك في الفاسيليتيشن زون حاجه رائعه بيؤدي الى فاسيليتيشن، الاشتراك في السبليمينال فرنج او الفاسيليتيشن زون يؤدي الى النيورونز ما كانتش هتشتغل هتشتغل. طيب بينما الاشتراك في الديسشارج زون لا، ده ملوش اي قيمه. ليه؟ ايه بتدي النيرون ده تو نوبز وبتشغلها زي الفل لوحدها. طب وبي بتديها تو نوبز باللون الاحمر وتشغلها زي الفل لوحدها. طب لو عملت سيمالتينيوس ستيميليشن لاي وبي، لو شغلت اي وبي في ان واحد، نيرون واحده بس اللي هتشتغل. يعني عدد نيرونز اللي هيشتغلوا بزاد، جهه دي كانت بتشتغل بايه؟ بتشتغل ببي، لما تشغل اي وبي برضه واحده بس هتشتغل، عدد نيرونز اللي بيشتغلوا ما زادش، هي شغاله بايه لوحدها وشغاله ببي لوحدها، تشغلهم هما اثنين هو برضه نيرون اللي هيشتغل. فيسموها اوكلوجن، يعني قفلوا على بعض. يعني انا بقدر اشغل مصنع ده لوحدي زي الفل،
وانت بتقدر تشغل لوحدك زي الفل، ليه نروح احنا الاثنين؟ ما هو مصنع واحد اللي هيشتغل في النهايه. لكن لما يبقى المصنع ده انا لوحدي مش عارف اشغله وانت لوحدك مش عارف تشغله، احنا الاثنين مع بعض نشغله، يبقى دي مصلحه. فالاشتراك في الديسشارج زون اوكلوجن، الاشتراك في الفاسيليتيشن زون بيؤدي الى فاسيليتيشن. فاضل معلومه اخيره، هل انا نيرون في الديسشارج زون والنيرون الاثنين دول في الفاسيليتيشن زون كتب عليا ان انا طول عمري ابقى في الديسشارج زون عشان انا في النص، ودول طول عمرهم في الفاسيليتيشن زون او السبليمينال فرينج نون في البريفري؟ قال لك لا، ده يعتمد على قوه الاستيمولس. لو عملت ماكسيمال استيميليشن كل الاكسيتيشن فيلد كله هيبقى ديسشارج زون، يبقى الماكسيمم بيقلبها كلها ديسشارج زون. طب لو عملت سب ماكسيمال استيميليشن بيبتدي الديسشارج زون ينحصر ويظهر الفاسيليتيشن زون على الجوانب، وكل ما الاستيميلس يقل اكتر الديسشارج زون يصغر اكتر يصغر اكتر ويزيد الفاسيليتيشن زون. يبقى انا في الديسشارج زون او في الفاسيليتيشن زون دي بتعتمد مش بس على عدد نوبس، على قوه الاستيميلس. الاستيميلس القوي يخلي كل الاكسيتيشن فيلد ديسشارج زون، الاستيميلس الضعيف لا، يصغر الديسشارج زون ويزود الفاسيليتيشن زون. نيجي بقى المسألتين هسألكم and I'm sure انكم باذن الله هتجاوبوهم in no time. دي قلت مسألة سؤال نظري مهم واسأل فيها. ظاهرة الفاسيليتيشن، عندي فكر معايا نيرون ايه عنده في الديسشارج زون اربع نيرونز، وانا فرضت الديسشارج زون بالدائرة المتصلة، يعني الدائرة المتصلة باللون الاسود دي بتمثل الديسشارج زون بتاع ايه؟ عنده اربعة في الديسشارج زون، وعنده اثنين في السبليمينال فرينج اللي هي الدائرة المنقطة دي الدوتد. يبقى نيرون او اي اللي هو بيغذي الستة اللي بالاسود، اربعة في الديسشارج زون واثنين في السبليمينال فرينج، فاما شغل ايه لوحده كم واحدة هتديسشارج؟ اربعة. طيب نيرون بي نفس الكلام اللي هو باللون الاحمر، عنده في الديسشارج زون اللي هو الدائرة المتصلة اربعة نيرونز، وعنده في السبليمينال فرينج اثنين، بيشارك ايه مع الاثنين بتوع ال سبليمينال فرينج او الفاسيليتيشن زون؟ يعني جوه الديسشارج زون في اربعه، بيشترك مع ايه في الاثنين اللي هم فاسيليتيشن زون؟ فلما شغل بي لوحده كام نيرون تشتغل؟ لوحده اربعه. طب ايه رايك بقى لو شغلت اي وبي مع بعض؟ اي وبي سيمالتينيسلي، اي بلس بي مع بعض مع بعض، هيحصل ايه؟ لما شغل A و B مع بعض النتيجة هتبقى مش 8، لأن الاثنين اللي ما كانوش بيشتغلوا دول هيشتغلوا، فيبقى النتيجة هتبقى 10. A هيشغل 4 و B هيشغل 4، والاثنين دول لما أعمل سيمالتينيا ستيميليشن لA و B هيشتغلوا، يبقى النتيجة هتبقى 10. يبقى A تساوي 4 B تساوي 4 سيمالتينيا ستيميليشن A و B، رياضة حديثة أهو، يشتغل 10. فسموا هذه الظاهرة فاسيليتيشن. طيب يبقى نكمل بقى، عشان يحصل فاسيليتيشن لازم التو نيرونز يشتركا فين؟ في الفاسيليتيشن زون، دي اهم حاجه. عشان يحصل فاسيليتيشن لازم يشتركا في الفاسيليتيشن زون اللي بعض الناس الرزله بتسميها سبليمينال فرينج، بس انا قلت لك كل حاجه. طب عشان يبقى في سبليمينال فرينج في شرطين، لازم التو نيرونز يبقوا قريبين لبعض ولا بعاد عن بعض؟ بص لي اهو، ده الديسشارج زون اهي، وده الفاسيليتيشن زون للنيرون A، وده الديسشارج زون وده الفاسيليتيشن زون. يبقى عشان يشتركوا بس في الفاسيليتيشن زون لازم ما يقربوش لبعض قوي، نوت كلوز تو ايتش اذر، لان لو كلوز تو ايتش اذر هيشتركوا في الديسشارج زون، يبقى لازم يبقوا نوت كلوز تو ايتش اذر عشان يشتركوا في الفاسيليتيشن بس، ما يشتركوش في الديسشارج. ولازم الاستيمولس يبقى سب ماكسيمم، لان لو عملت ماكسيمم بقى كله ديسشارج زون. يبقى في عشان يشتركوا في الفاسيليتيشن زون لازم يبقى في فاسيليتيشن زون، ما يبقاش كله ديسشارج زون، يبقى الاستيمولس يبقى مش ماكسيمال، يبقى سب ماكسيمال، وما يقربوش من بعض قوي عشان يشتركوا في دي بس، يبقى نوت كلوز تو ايتش اذر. طيب ناخد مساله، نيرون A عنده في الديسشارج زون اربعه اللي هو باللون الاسود،
ونيرون بي عنده في الديسشارج زون 4 بيشترك مع اف 2، يعني ده عنده في الديسشارج زون اللي هو الدائره المتصله 4 وده عنده 4، يبقى لو شغلت A لوحده يطلع كام؟ 4. طب وB لوحده يطلع كام؟ 4. طب لو شغلت A وB مع بعض، خد بالك ان تو نيرونز دول اوريدي بيشتغلوا بA لوحده وB لوحده، لما تشغل A وB مع بعض بالعكس هيقفلوا على بعض، حصل اكلوجن، دول هيشتغلوا مره واحده، تو يبقى عدد النيرون اللي هيشتغلوا ب 6، يبقى A بلس B هتبقى 6. يعني السيمالتينيوس ستيميليشن less than the sum of their separate stimulation، يعني لما تشغلهم مع بعض هتديك نتيجة أقل من حاصل الجمع الجبري. حتى أنا هنا يا شباب يعني ال 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 يعني عاوزك تفهمها، سيبك من العلامات دي قوي لأن يعني كان ممكن أكتبها بطريقة ألطف شوية. يعني أنا لما شق A لوحده 4 هيشتغلوا، طب B لوحده 4 هيشتغلوا لأنهم في الشارج زون. simultaneous stimulation لو شغلت A و B في آن واحد 6 هيشتغلوا، هتبقى اقل من حاصل الجمع الجبري. يعني حاصل الجمع الجبري A زائد B يعني 8، لكن لما تشغل A و B مع بعض هيبقى 6. طب عشان يحصل اوكلوجن قلنا لازم يبقوا مشتركين فين؟ في الديسشارج زون. طب وعشان يشتركوا في الديسشارج زون شايف بقى لازم يبقوا كلوز تو ايتش اذر، مش بعاد زي اللي فوق، كلوز. وعشان اضمن ان كله ديسشارج زون يبقى الاستيمولس يبقى ماكسيمم، اهي هوريها لك. عشان تحصل ظاهرة الاكلوجن لازم يشتركوا في الديسشارج زون، يبقى لازم التو نيرونز اهم يبقوا كلوز تو ايتش اذر، مش بعاد، مش عاوزين يشتركوا في الفاسيليتيشن، يبقوا كلوز تو ايتش اذر. وعشان اضمن ان يشترك في الديسشارج زون عاوز اضمن ان كل النيرون ديسشارج زون، يبقى الاستيمولس تبقى ماكسيمال، الاستيمولس تبقى ماكسيمال. دي خاصية هقولها تاني برضو في عجالة، انا عارف المحاضرة دي تقيلة شوية. قلت هعيد النقط المهمة على طول، ان نيرون A بيغذي مجموعة نيرون داخل السي ان اس، مفيش 1 تو 1 غير في الفوفيا سنترالز، الطبيعي ان 1 نيرون يغذي مجموعة نيرونز. مجموعة النيرونز اللي بيعمل ال 1 نيرون بيعمل لها اكسايتيشن يسموها اكسايتيشن فيلد. السولج كما الحال، المجموعة اللي في النص بتاخد عدد كافي من النبض بحيث بيطلع كمية كافية من الكيميكال ترانسميتر بحيث انها بتديسشارج اكشن بوتنشال، فسموها ديسشارج زون. طب المجموعة اللي في البريفري السولج كما الحال اللي في اطراف المدينة بياخد عدد غير كافي من النبض فرطه بواحد بحيث ما بنوصلش الثريشولد فاليو، تبقى فاسيليتيتد بس، فسموها الاسم السهل فاسيليتيشن زون او الاسم الاصعب، لان لو جمعت المجموعه اللي في البريفري كده ب 3 دي كانها مجسمه شكلها زي الفرنشه بتاعت الطربوش او الستاره، فسموها فرنش فرنش. حتى لاحظ الكلمه زي العربي فرنشه، فرنش فرنش فرنش، والاستيمولس بالنسبه لها سب مينيمال، يبقى سب ليمينال. طيب هل انا كتب عليا ان انا طول عمري في الديسشارج زون او طول عمري في سب ليمينال فرنش؟ قال لك لا، يعتمد على حاجه تانية غير عدد النوبز، الاستيمولس. لو ماكسيمال ستيميليشن هيخليه كله ديسشارج زون، لكن لو سب ماكسيمال يبقى الشويه في النص بس ديسشارج ويبتدي يظهر السبليمينال فرنج او الفاسيليتيشن زون. طب اخر حاجه في الشرح قلتها، يجوز ان يشترك افرنت بي مع افرنت اي في احتمالين، لو اشترك في الفاسيليتيشن زون كان ده واخد نوب من هنا ونوب من هنا، الله، يبقى لو عملت لهم سيمالتينيوس ستيميليشن شغلتهم مع بعض، ايه ما بتشغلوش بتدي له نوب واحده، بي ما بتشغلوش تدي له نوب واحده، لكن لو شغلت ايه وبي مع بعض هيشتغل، يبقى عدد النيرونز اللي هتشتغل تبقى اكتر، فيسموا الظاهره دي فاسيليتيشن. يبقى الاشتراك في الفاسيليتيشن زون يؤدي الى فاسيليتيشن، حتى ماشي الاسم، بس هم ساعات بينزلوا ويخلوها السبليمينال فرنج. اما لو اشترك في الديسشارج زون، طب ما دي بتشتغل بايه لوحدها؟ بالديسشارج بايه لوحدها؟ ودي بالديسشارج بايه لوحدها؟ يبقى ما شغل ايه وبي مع بعض؟ 1 نيرون برضه اللي هتتشارج. يبقى ايه كان بيشغلها لوحدها وبي لوحدها؟ اثنين مع بعض يشغلوا واحده بس. يبقى قفلوا على بعض يبقى اوكلوجن. خلصنا من دي بقى بالظواهر الاتيه. ايه عنده في الديسشارج زون الدائره المتصله 4 وفي السبليمينال فرنج 2؟ يبقى لو شغلت ايه لوحده كم نيرون هتديسشارج؟ تبقى 4.
طب بي عنده في الديسشارج زون 4 ويشترك مع ايه في الاثنين سبليمنال فرينج، يبقى لو شغلت بي لوحده اللي في الديسشارج زون اللي في الدائره المتصله 4. لكن لو عملت سيمالتينيس ستيميليشن لاي وبي شغلتهم مع بعض، يبقى ايه هيطلع 4 وبي هيطلع 4 والاثنين دول دلوقتي انت مشغلهم مع بعض هيطلعوا، يبقى الصم هيبقى 10 اكتر من حاصل الجمع الجبري. A زائد simultaneous stimulation of A و B لو شغلتهم مع بعض more than the sum of their separate stimulation. simultaneous مع بعض أقل من الصم، الصم يعني المحصلة بتاعت separate، ده 4 وده 4 شغلهم 2 لا ما يبقاش 8، يعني في 2 ما كانوش هيشتغلوا هيشتغلوا. طب عشان تضمن أن يحصل facilitation لابد أن يشترك في facilitation zone، يبقى facilitation zone دي في البريفري، يبقى لازم يبعدوا عن بعض، يبقوا not close to each other، ولازم الاستيمولس يبقى مش ماكسيمم، لو ماكسيمم هيبقى كله ديسشارج زون مفيش فاسيليتيشن زون، يبقى لازم الاستيمولس يبقى سب ماكسيمم. العكس في الاوكلوجن، ايه عنده 4 في الديسشارج زون، بي عنده 4 في الدائره المتصله في الديسشارج زون، مشتركين في 2 ديسشارج زون مش فاسيليتيشن، يبقى ايه لوحده يشغل 4، بي لوحده يشغل 4، A يساوي 4 و B يساوي 4، لما تشغل A و B مع بعض عدد النيورونز اللي هيشتغلوا يبقوا 6 مش 8، لأنه الاثنين دول بيشتغلوا A لوحده ويشتغلوا B لوحده، تشغل A و B هما برضه هيشتغلوا 2، يبقى 6 بس اللي هيشتغلوا. يبقى السيمالتينيوس ستيميليشن السيمالتينيوس less than their separate stimulation، A لوحده 4 B لوحده 4 ده السيبريت، لكن A و B بيدي 6، يبقى السيمالتينيوس ليس، فيسموا الظاهره دي اوكلوجن. يبقى عشان يحدث اوكلوجن لازم يشترك في الديسشارج زون، وعشان يشترك في الديسشارج زون، الديسشارج زون ده في النص، يبقى لازم يقربوا لبعض، يقربوا لبعض، يبقوا كلوز تو ايتش اذر. وعشان اضمن ان يبقى كله ديسشارج زون عشان يشترك في الديسشارج زون، يبقى الاستيمولس يبقى ماكسيم. ده سؤال نظري مهم وسالف يا شباب، تبقوا عارفينه اديني عدته، لانه عدت ان انا ما عدتش عشان نلحق، انما يعني لصعوبه الثقيله قوي قوي في المحاضره دي فانا اضطريت اعيد فيها. هاور يلا نقول ال احنا عندنا في حاجه ناقصه نجيبها سوا. We have احنا العناية، معلش الأوراق قصادي كثيرة. نيجي في الانهبيشن سيركت يا شباب، الانهبيشن سيركت دي الخاصية الرابعة، انهبيشن سيركت. يعني ايه انهبيشن سيركت؟ بيقول لك لو عملت ستيميليشن لوان نيرون اللي انا ماشي معاه بالليزر اهو، هيعمل ستيميليشن اول ظاهره الاول هناخدها اسمها لاترال انهبيشن، اسمها لاترال انهبيشن. بيقول لك لما تعمل ستيميليشن لوان نيرون هيعمل ستيميليشن للنيرون اللي في النص، لكن التو نيرونز اللي في الجنب هيحصل لهم انهبيشن، فعشان كده سموا الظاهره دي لاترال انهبيشن. يبقى تاني، يبقى ستيميليشن اوف وان نيرون ستيميليتس السنترال نيرون لكن انهبيتس اللاترال نيرونز، فيسموها لاترال انهبيشن. الوهله الاولى تبدو الظاهره دي مستحيله، واحد يقول لي ليه؟ طالب يقول لي انت قلت النيرون الواحد بيفرز نوعا واحدا من الترانسميتر، فازاي هو بيستيميليت اللي في النص وفي نفس الوقت بيعمل انهبيشن للي في البريفري؟ أقول لك صح،
هذه الظاهرة لا تقوم دون الاستعانة بانتر نيرونز اللي هما باللون الأحمر. فحقيقة الأمر إن النيرون ده اللي في بيستيميليت النيرون اللي في النص بيطلع فاسيليتاتوري اكسيتاتوري كيميكال ترانسميتر وبيدي تو كولاترالز أهي فوق وتحت يطلعوا برضو نفس النوع اكسيتاتوري كيميكال ترانسميتر. هما بدورهما يستيميليت انهيبيتوري انتر نيرونز اللي يطلع انهيبيتوري كيميكال ترانسميترز تنهيبت اللاترال نيرونز. يبقى تاني يبقى هو بنفسه بنفسه هيستيميليت ال سنترال نيرونز يعمل له اكسيتيشن طلع اكسيتاتوري كيميكال ترانسميتر يعمل له اكسيتيشن ويدي تو كولاترز يطلعوا نفس النوع اكسيتاتوري كيميكال ترانسميترز يستيميليت انهيبيتوري انتر نيرون هم يطلعوا انهيبيتوري كيميكال ترانسميتر ينهيبت اللاترال نيرونز. عايزك تركز في الرسمه دي. يبقى في هذه الظاهره طلع كام كيميكال ترانسميتر؟ شوف الالوان اهو. طلع واحد اكسيتاتوري اللي باللون الاسود وواحد انهيبيتوري اللي باللون الاحمر. يبقى ده سؤال مش مهم جدا. يبقى في هذه الظاهره بيطلع تو كيميكال ترانسميترز. One excitatory and the second is inhibitory. مش الاثنين مش عشان اسمها lateral inhibition يبقى الاثنين inhibitory. لا. بيطلع واحد excitatory وواحد inhibitory في الظاهرة دي. طيب ايه اهميتها دي؟ في sensations. For sharpness of sensations. الظاهرة دي مهمة في sharpness of sensations. انا عامل لك رسمة اهي. دلوقتي الدائرة دي هي الريتنا. اوكي؟ شبكية وقع عليها الايمج بتاع مصباح اهو مصباح صورة مصباح وقع عليها اهو. فطبعا صورة المصباح كما المصباح مضيء الصورة مضيئة فالنيرونز اللي وقع عليها صورة المصباح زودت الديسشارج اهي بلس يعني زودت الديسشارج. عشان افرق صورة المصباح من الباك جراوند المفروض ان اللي في النص يزود ديسشارج واللي في البريفري اللاترال نيرونز اللي باللون الاحمر ما تزودش الديسشارج. فتقدر تميز المصباح من اللي حواليه من الباك جراوند. طب ايه رايك؟ لو ان مش بس النيرونز اللاترال نيرونز ما زودوش الشارج العكس يعني النيرونز اللي وقع عليهم صوره المصباح زودوا الديسشارج فاختلفوا عن النيرونز اللي ما عليهاش صوره المصباح اللي هي بتاعت الباك جراوند. ايه رايك لو اللاترال نيرونز اللي حوالين المصباح لاترال مش بس ما زودوش الديسشارج قللوا الديسشارج يبقى ايه رايك في الفرق بقى؟ هيبقى الفرق يبدو جليا واضحا فالشاربنس والسنسيشن نشوف اعظم واحسن. فعشان كده هي دي ظاهره اللاترال انهيبيشن ان النيرون هيستيميليت النيرونز اللي في النص اهو نيرون هيستيميليت النيرونز اللي في النص اللي وقع عليهم صوره المصباح. طب اللاترال نيرونز اللي ما عليهمش صوره المصباح مش بس يقعدوا زي ما هم هيعمل لهم انهيبيشن. طب ازاي؟ مع ان انت قلت ان هو بيستيميليت مش ممكن يستيميليت وانهيبيت هو بنفسه بيستيميليت بس اللي هو الاسود بيطلع اكسيتاتري كيميكال ترانسميتر يستيميليت النيرونز اللي وقع عليها صوره المصباح ويبعت كولاترالز تطلع برضه اكسيتاتري كيميكال ترانسميتر يستيميليت انهيبيتوري انتر نيرونز اللي بدوريها تنهيبت اللاترال نيرونز. فيبقى ظاهرة اللاترال انهيبيشن نعرف عنها ثلاث كلمات في الام اس كيو لا تقوم لها قائمة دون الاستعانة بانهيبيتوري انتر نيرون. لازم يبقى فيها انهيبيتوري انتر نيرون. طب تاني نقطة مهمة جدا والأصعب في الام اس كيو بيطلع فيها تو كيميكال ترانسميترز الأسود والأحمر مش الاثنين انهيبيتوري مش عشان اسمها لاترال انهيبيشن انهيبيتوري واحد اكسيتاتوري للي في النص واحد انهيبيتوري لللاترال نيرونز عشان كده سموها لاترال انهيبيشن. طب اهميتها ايه بقى؟ فور شاربنس اوف سنسيشنز تجعل احساس اكثر حده واحسن مثال في العين. صوره المصباح المضيئه وقعت على النيرون اللي في النص زودوا الديسشارج اللي حواليهم بتوع الباك جراوند ما عادوش زي ما هم ده قللوا فبقى الفرق اكثر. نفس الظاهره دي هنشوفها تاني في الانتيرور هورن بتاع السباينال كورد اللي فيه الانتيرور هورن سيلز اللي بتشغل سكيتال ماسل. نفس القصه هي
بس هنا بقى مش فور شاربنس اوف سنسيشن، فور شاربنس اوف موتور اكشن. لما واحد بيلعب على البيانو في صباع هينزل على البيانو، المفروض الصوابع اللي جنبه ما تنزلش معاه، يعني الصباع اللي هيضرب بينزل، اللي باقيين يبقوا ريلاكسد اللي حواليه، الصباع اليمين والشمال وهو بيضرب. يبقى المفروض اشغل المصل بتاعت صباع معين اهي واوقف دول اللي بالعكس اوقفهم. طب تحصل زي نفس الفكره، ان الانتيرو هورن سيلز هيشغل، طلع استالكولين يشغل نيرون دي بتاعت يشغل اللي في النص بالاستالكولين، ويدي كولاترالز برضه هيطلعوا استالكولين يشغلوا خليه انهبيتوري انتر نيرون، هنا اسمها رينشو سيل. يعني هنا انهبيتوري انتر نيرون اسمها رينشو سيل، تعمل انهبيشن للنيرونز اللي حواليها، الانتيرو هورن سيلز اللي حواليها وللاوريجينال نيرون، عشان بعد ما يخلص العمل يقف. يعني هنا الصعوبه انها مش بس بتنهبت اللي حواليها، وبعد ما ده اشتغل بتنهبت نفس النيرون اللي هو عامل لها ستيميليشن، دي اسمها رينشو سيل. لكن نفس الفكره، ان انا اشغل عضله في النص ويطلع كولاترال يشغل انهبيتوري انتر نيرونز. كل الفكره اللي سميناهم هنا ايه بقى؟ رينشو سيلز. يعمل ايه الرينشو سيل اليمين والشمال؟ توقف الصوابع اللي حواليها، وايفن بعد شويه تنهبت الاوريجينال نيرون، فسموا ده رينشو سيل انهبيشن، وهو نوع من اللاترال انهبيشن موجود في الموتور بارت اوف ذا سنترال نيرفس سيستم. يبقى نفكر مع بعض يا شباب بهدوء شديد. يبقى هنا ظاهره دي ظاهره من ظواهر اللاترال انهبيشن، لا تقوم لها قائمه دون الاستعانه بانهبيتوري انتر نيرون موجود في الانتيرور هورن اوف ذا جراي ماتر اوف ذا سبينال كور. اسمها ايه بقى؟ رينشو. بيطلع فيها كام كيميكال ترانسميتر؟ بيطلع فيها تو كيميكال ترانسميترز، واحد انهبيتوري اللي بيطلعه الرينشو اللي هو باللون الاحمر ده، وواحد اكسيتاتوري اللي هو مين بقى؟ باللون الاسود اللي هو الاستايلكولين. يبقى برضه اثنين، واحد اكسيتاتوري باللون الاسود اللي هو الاستايلكولين، واحد انهبيتوري اللي بيطلعوا الرينشو. قيمه الرينشو زملاء يعني كثيرون ما يعرفوهاش. الرينشو ده اتولد في 1911 وتوفاه الله في سنه 1948، سنه النكبه الفلسطينيه. وفي الاربعينات اكتشف الخليه اللي سموها باسمه رينشو سيل، وكان اول واحد في الدنيا. كنا فاكرين ان زمان الاستالكولين بيطلع بره السنترال نيرفس سيستم، لكن الكولاترالز اللي في جوه السباينال كورد اللي بتشغل رينشو بتطلع كمان استايلكولين. كانت دي اول مره يكتشفوا الاسيتايلكولين انسايد ذا سنترال نيرفس سيستم. قبل رينشو كنا فاكرين الاسيتايلكولين بره السنترال نيرفس سيستم، في السكريتال ماسل وفي الباراسمباثاتيك وعند الجانجليا بتاعت السمباثاتيك. انما اول مره نعرف ان الاسيتايلكولين ترانسميتر جوه السنترال نيرفس سيستم. هتقول لي ليه بتقول لي المعلومه دي والقصه دي؟ لان سؤال ام اس كيو عندنا بينقله اسئله الام اس كيو، بيقول لك في ظاهره الرينشو سيل انهبيشن اللي انت فاهم انها لاترال انهبيشن فيها كام كيميكال ترانسميترز؟ اثنين. مش الاثنين انهبيتوري، واحد اكسيتاتوري واحد انهبيتوري. هنا بقى بيسالك سؤال مخصوص، مين الاكسيتاتوري هنا؟ اشمعنى بسرعه دي؟ اللي هو الاستالكولين هو الاكسيتاتوري، لان دي كانت أول مرة الإنسان يكتشف الأستالكولين انسايد ذا سنترال نيرفس سيستم. آخر حاجة وننهي بيها يا شباب، مش إحنا قلنا مش هنحاول ما نزودش عن 90 مينتس، ظاهرة الريسيبروكال انرفيشن، وهي نفس الفكرة. التغذية المتعكسة، حضرتك لو تشكيت في صباع إيدك تسحب إيدك إزاي؟ تعمل فليكشن ويدرول، يبقى لازم تشغل الفليكسور. وعشان تسحب ايدك بسرعه لازم الاكستنسورز يحصل لهم ايه؟ يعني تشغل فليكسور تسحب ايدك والاكستنسورز يحصل لهم ريلاكسيشن انهبيشن. فنفس الفكره في الريسيبروكال انهبيشن، انت طلعت اكسيتاتوري ترانسميتر يشغل الفليكسورز، ونفس النيرون اللي شغل الفليكسورز بيدي كولاتر يشغل انهبيتوري انتر نيرونز يوقف اللي حواليها اللي هي في الحاله دي مين؟ الاكستنسورز. يبقى ظاهرة اللاترال انهبيشن في السنسوري والرينشو سيل انهبيشن والريسيبروكال انرفيشن في الموتو قائمين على فكرة واحدة، انك بتشغل واحد وتوقف اللي جنبه.
اللي هو لاترال ليه، عشان كده سموها لاترال انيبيشن. طب لا يعقل ان نفس الترانسميتر اللي يشغل يوقف، يبقى لازم ترانسميتر يشغل وترانسميتر يوقف، يبقى لازم يبقى فيه كام كيميكال ترانسميترز يا شباب؟ تو كيميكال ترانسميترز. واهم غلطه ان التو كيميكال ترانسميترز دي واحد منهم اكسيتاتوري والتاني انهيبيتوري. طب في سؤال الرينشو هيسالك في الرينشو، في الرينشو بس مين الاكسيتاتوري اللي هو الاستايل كولين؟ ايه اهميه انه يسال ان هو الاستايل كولين؟ لان دي كانت قصه اكتشاف الاستايل كولين داخل السنترال نيرفس سيستم، ان هو مش بس بيطلع بره، اول واحد في العالم اكتشف الاستايل كولين موجود جوه في الانتيرو هورن سيل في الجراي ماتر بتاع السباين كورد هو الرينشو. انما الفكره واحده. يبقى تاني يا شباب، الفكره كالاتي، ان احنا بنشغل نيرون ونوقف اللي حواليه في السنسيشنز. النيرون اللي وقع عليها صوره المصباح بتزود الشارج، فنشوف المصباح مضيء. طب عشان اميزه من الباك جراوند، اللاترال نيرونز ما تقعدش ساكت، ده يحصل لها انيبيشن. فالفرق بين المصباح المضيء والباك جراوند اللي وقع عليه السيلز الاخرى حصل لها انيبيشن يبدو واضح، فالرؤيه تبقى حلوه فور شارتنس اوف سنسيشن. نفس الكلام بلعب على البيانو، هشغل سكيليتال ماسلز، اضرب على صباع من صوابع البيانو، والصباعين التانيين لازم يحصل لهم ريلاكسيشن. طب ازاي؟ اشغل اللي في النص بالاستايل كولين، وبعدين يطلع كولاترال جوه السي ان اس اهي، يطلعوا استايل كولين جوه السي ان اس، ده اكتشاف بتاع رينشو في الانتيرو هورن سيلز بتاعت السبان كورد جوه السي ان اس. يشغل انهبيتور انتر نيرون اسمها ايه هنا؟ نسبه الى مكتشفيها رينشو، اللي هو عاش من 1911 ل 1948. الرينشو سيل دي فيدباك توقف اللي حواليها وايفن توقف الاوريجينال سيل، عشان كده قالوا فيدباك يعني وقفت اللي حواليها وكمان الاوريجينال سيلز. دي مهمه فور شاربنس اوف موتور اكشنز. طب ريسيبروكال انرفيشن، انك انت المفروض لما تتشك بتعمل فليكشن اند ويزرول، يبقى تحرك الفليكسورز، وعشان الحركه تبقى سريعه لازم توقف الاكستنسور. يبقى نفس البين سيجنال اللي شغل الفليكسور لازم يوقف الاكستنسور. ازاي؟ شغل يبقى اكسيتاتوري كيميكال ترانسميتر، يبقى يبعت كولاترا، يطلع برضه اكسيتاتوري، تشغل انهيبيتوري انتر نيرون يوقف الاكستنسورز. يبقى مره اخرى لن تكون قائمه لظاهره اللاترال انهيبيشن او الرينشو سيل انهيبيشن او الريسيبروكال انرفيشن دون الاستعانه بانهيبيتوري انتر نيرون، لان النيرون الاساسي هيشغل. طب مين يوقف اللي حواليه؟ الانهيبيتوري انتر نيرونز. يبقى في هذه الظاهره بيخرج نوعان من الكيميكال ترانسميتر، واحد اكسيتاتري وواحد انهيبيتوري، اوعى تغلط مش الاثنين انهيبيتوري، واحد اكسيتاتري وواحد انهيبيتوري. السؤال الاصعب في حاله الرينشو، مين الاكسيتاتوري بيصر عليها؟ هو الاسيتايل كولين. ايه اهميه السؤال حتى فهمتك اهميه السؤال؟ ان كانت هذه هي قصه اكتشاف السي ان اس داخل سنتر نيرو سيستم، لانه كان مكتشف قبل رينشو بره في الاوتونوميك والسوماتيك. اللي اكتشفه هو الراجل اللي اسمه رينشو. يبقى خلصنا اربع خصائص من الخمسه اللي هم الدايفيرجنس والكونفيرجنس قلناهم، والخاصيه الصعبه اكسايتيشن فيلد ديشارج زون اند سبليمينال فرينش وظاهره الانيميشن. فاضل لنا ظاهره اللي هي الافتر ديشارج، لاني ما بحبش اطول، هنرجئها المحاضره القادمه باذن الله. واشكركم على وقتكم وعلى حسن انصاتكم، وان اديتوني اغلى حاجه عندكم وهي الوقت، واتمنى تبقوا استفدتوا. انا عارف انها حصه ثقيله جدا، لان خدنا موضوعين رهاب اللي هم السينابتيك بلاستيستي بكل بقى تعقيداته والاكسيتيشن زون والانهبيشن. انما اللي جاي هيبقى اعدكم اسهل بكتير جدا. دي المنطقه بسميها الحرجه في السي ان اس، زي عامله زي المحاضره الثانيه كانت في الاندوكراين عن المود اوف اكشن. اما على المواعيد فاعلنها في اوانيها، هيبقى في مره في السي ان اس ومره اندوكراين ومره سبيشال سنس باذن الله، وهنبقى حاطين المالتيبل تشويس قبل في الصفحه الاولانيه عشان يبقى محفوظ مع الفيديو، وتبقى تسمع الاجابات تتجمعهم بدون مجهود. ولم يبقى الا الدعاء بالتوفيق، وفقكم الله.